مشاهدينا سلام الله عليكم، صباحكم طيب مبارك، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج هذا الصباح. نسعد بمرافقتكم وخدمتكم على مدار ثلاث ساعات من هذا المباشر في مواضيع ومحطات متعددة. ومواضيعنا لنهار اليوم نستهلها بالركن الصحي، نتعرف على كيفية التعامل مع أمراض التنفس والرئة خلال شهر رمضان الفضيل، كيف نتعالج في رمضان تكييف ساعات الإفطار لأخذ الدواء. الركن الثاني من الإسلام ميسر للمرضى الحوامل الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى التعامل الأمثل مع المرضى والعلاج أثناء الصيام. في محطة أخرى تتعلق بالحماية المدنية سنتعرف مع ضيفنا على دور المرأة في قطاع الحماية المدنية. موضوع ثالث سنقف عند الرقمنة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. ضيف الصباح لنهار اليوم سيحدثنا عن البرنامج المسطر من طرف الهلال الأحمر الجزائري خلال الشهر الفضيل. في محطة أخرى تتعلق بالنشاط الجمعوي سنقف عند حملة لجمع المواد الأساسية والدواء بمناسبة شهر رمضان، والتي تقوم بها الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بجامعة الجزائر واحد. بالإضافة إلى موضوع آخر يتعلق بملتقى وطني حول إعادة استعمال المياه في السقي، وهو موضوع يتعلق بالقطاع الفلاحي. وفي آخر محطة لهذا الصباح سنقف عند برنامج الديوان الوطني للثقافة والإعلام خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى محطتنا الرياضية ومواعيد إخبارية على رأس كل ساعة. لكن قبل أن نفصل في كل هذه المحطات نتابع هذه الورقة الجوية للزميل كريم مرزوق ونعود للتفصيل في كل أركان هذا الصباح، ابقوا معنا. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية صباحية مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تيارات جنوبية أحيانا جنوبية غربية رطبة ستعمل على تلطيف درجات الحرارة خلال النهار اليوم إن شاء الله، سترتفع خاصة على المناطق الساحلية. أما عن حالة السماء فالأجواء تبقى غائمة خلال هذه الصبيحة، سحب سفلى كثيفة، احتمال لتهاطل بعض الأمطار المتفرقة على فترات ستخص الوجهة الغربية والوسطى، ليتحسن الطقس خلال أواخر النهار إن شاء الله. على الوجهة الشرقية سحب سفلى كثيفة مع احتمال كذلك لبعض القطرات من الأمطار غير مستبعدة، هبوب رياح قوية على السواحل حتى على المرتفعات والإضاب تصل غاية 60 كيلومتر في الساعة. جنوبا أجواء من صافية إلى قليلة السحب مع زوابع رملية ستنشط على الجنوب الغربي، منطقة الثورة شمال الصحراء الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. سجلنا خلال هذه الصبيحة درجة واحدة فقط على الصطيف، درجتين على البيض، ثلاث درجات على الجلفة، ثم درجات على العاصمة، 9 درجات على بشار، 19 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. أما خلال الظهيرة درجات الحرارة القصوى سترتفع مقارنة بيوم الأمس على مناطقنا الشمالية خاصة الوجهة الساحلية، مقاييس ما بين 21 إلى غاية 23 درجة، 24 درجة على ولاية بشار، كذلك عين الصفراء 26 درجة على كل من الغردية حتى على بسكرة المغير وتوغرت تندوف وبني عباس، 27 درجة على تمنرست، 36 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. البحر خلال نهار اليوم يبقى مضطرب على الوجهة الغربية والشرقية، كثير اضطراب على السواحل الوسطى، رياح قوية تصل غاية 60 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس لنهار اليوم نهاية الأسبوع التاسع من شهر مارس على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 56 دقيقة. أشكركم على المتابعة، يومكم سعيد والسلام عليكم. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذا نجدد لكم تحيتنا الصباحية ونتمنى لكم يوم موفق إن شاء الله، ونستهل أركان هذا الصباح بالركن الصحي. سنتعرف فيه على كيفية التعامل مع أمراض الجهاز التنفسي خلال شهر رمضان الفضيل ومواقيت أخذ الأدوية، بالإضافة إلى رأي الدين في إفطار رمضان لما يتعلق الأمر بصحتنا. وللتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور رشيد عبد العزيز، رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والسل بمستشفى الجامعي بتيزي وزو. مرحبا بك بروفيسور. صباح الخير وصباح الخير لمشاهدين قناة رضية. مرحبا بك بروفيسور. أسعد كذلك باستضافة الدكتور محمد العربي شيشي، وهو أستاذ بجامعة الجزائر واحد كلية العلوم الإسلامية. مرحبا بك دكتور ويومك طيب. أهلا وسهلا أستاذة، بارك الله فيك، شكرا لك. مرحبا. أبدأ معك بروفيسور، نتكلم على ربما بعض الأعراض الصحية التي يتعرض لها الإنسان من في جهازه التنفسي. ربما في البداية نتعرف ما هي أبرز المشاكل الصحية التي يعاني منها الإنسان في جهازه التنفسي، الأمراض الأكثر شيوعا اليوم في المجتمع الجزائري. الأمراض الأكثر شيوعا في المجتمع الجزائري هي أولا الأمراض المزمنة كالأمراض الربو لازم، لا برونشيت كرونيك اوبستركتيف، لا بي بي سي او دونك الالتهاب القصبات الهوائيه، كاين لي زانفيكسيون ريسبيراتوار، الالتهاب الرئوي اللي هو يجي من الجراثيم، كذلك كاين مرض السل اللي مازال منتشر في المجتمع الجزائري، وكاين امراض اخرى اللي تقيس القصبات الهوائيه ولا تقيس لو بارونشيم بيلمونير. كل هذه الامراض نقدروا المريض يكون عنده هذه الامراض. وحتى بالنسبه للاعراض ربما نتعرفوا على ابرز الاعراض التي يعاني منها امراض الجهاز التنفسي كما ذكرتها، يعني كل واحده على حده. في ما يخص الامراض الربو لازم وامراض البرونشيت كرونيك اوبستركتيف هي ضيق التنفس. فيما يخص الامراض السل، كاين امراض السل الرئوي اللي قيس الرئه، تكون فيها السعله، تكون فيها لي كراشات، تكون فيها البلغم. نعم البلغم، تكون فيها يقدر يرمي الدم، يقدر يقيس لا بيرت دو بوا. كل هذه الاعراض تقدر تقيس الانسان اللي عنده مرض السل، كوسوسوا مرض السل الرئوي ولا مرض السل اللي يقيس لي زوتر زورغان. فيما يخص لي مرضي انفيكسيوز، المرض المعديه اللي تقيس القصبه الهوائيه الهوائيه هي الحمى، دونك لا فيفر، لا تو، ليكسبكتوراسيون، ضيق التنفس. كل هذه الامراض، كل هذه الاعراض تكون في عند الانسان اللي عنده اون انفيكسيون ريسبيراتوار. ربما نتكلموا على التداوي اليوم في الجزائر، يعني تتوفر العديد من الطرق العلاجيه فيما يتعلق بكل هذه الامراض التنفسيه. قبل ما نتكلموا على المرضى الذين يجب عليهم الافطار ولدواعي صحيه ولدواعي تتعلق بتناول الادويه. فيما يخص مرض الربو ومرض لابونشيت كرونيك اوبستركتيف لا بي بي سي او، لا بارتيكولاريتي تاع الدواء انه هذا الدواء البخاخه، وهذه البخاخه تروح للقصبة، الجهاز التنفسي ما تجوش في الدم وما تجوش المعده. فيما يخص مرض السل، هو مرض سي دي كومبريمي، دونك سي دواء اللي يشربوا واللي يجوز للمعده. وفيما يخص الامراض الاخرى هي كذلك سي دي كومبريمي، سي دي جيلول، سي دي انزيكسيون. في هذه الحاله كذلك الانسان الدواء يجوز في المعده، اون بارتي دو تريتمون فا باسي دون ليستوم. ما هي الحالات التي تستدعي الافطار؟ يعني غالبا نعلم انه يعني كل حاله لها خصوصيه، وانه الدكتور هو المخول أن يحدد ما هي الحالات التي يجب أن تفطر، لكن عموما نوعية التداوي التي توجب على المريض أنه يفطر في رمضان. الجمعية الجزائرية لمرض أمراض الصدرية والسل دارت ندوة عندها يومين، وطرقنا لهذه المسألة
مع الأستاذ شيشي، وقلنا بلي الناس اللي عندهم مرض مزمن، عنده المرض الربو ولا عنده مرض لا بي بي سي ولا برونشيت كرونيك اوبستركتيف، هذا الدواء ما يجوش في ليستوما لا بومب اللي يديرها، لازم يديرها البخاخ. نعم البخاخات، هذا الدواء ما يجوش ليستوما. والهدف من التداوي انه يتحكم في المرض او كونترول لا مرضي. دونك هذه البخاخات ما تفطرش، لا تفطر، لا تفطر. ولكن فيما يخص مرض السل، مرض السل عنده لا بارتيكولاريتي سي كو لازم الانسان يشرب الدواء تاعو يكون صايم، نعم، ونص ساعه ولا ساعه من بعد باش يشرب باش ياكل. ومرض السل يقيس الانسان اللي عنده ضعف المناعه. الجرثوم اللي يتكاثر في جسم الانسان كي يكون عنده مرض السل يقيس الانسان اللي عنده ضعف المناعه، مناعه ضعيفه، مناعه ضعيفه. لهذا نقولوا اللي لازم يفطر، لانه لازم ياكل في طوال النهار باش يقوي المناعه تاعو. والحالات الاخرى هي باينه، الانسان اللي راه في الي اوسبيتاليزي عنده بنيموني استشفاء، نعم إيه في حالات الاستشفاء، في حالات الاستشفاء عنده بنيموني، عنده انفيكسيون، عنده حاله خطيره، لازم يفطر. في كاين حاله وين الانسان عنده نوبه، اون كريز، نوبات، خاصه بالنسبه للنوبات الحاده، في 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 لي كريز. حنا النصائح اللي نقولوها كي تبدا لا كريز، كي تبدا النوبه، لازم يبدا الدواء مباشره، ما يخليش حتى يفطر. لان ولا ما يديرش الدواء، واش يصرى له؟ النوبه تتطور وتقدر تؤدي الى لوسبيتاليزاسيون اي لا ريانيماسيون في بعض الحالات. هذه هي الحالات اللي الانسان لازم يتعامل معها في شهر رمضان. وكاين بزاف الدراسات بينت بلي المريض في شهر رمضان يخير التعامل تاعو مع المرض تاعو على حسب، يعني هو له التقدير فيما يتعلق بحالات الصوم. وقريب 60 و 70% من المرضى ما يستعملوش الدواء تاعهم، وكي ما يستعملوش الدواء تاعهم اي نون بلو لو كونترول لو مرادي، ما يقدر ما يتحكموش، ينتج مضاعفات. ربما نتكلموا على هذه النقطه بعد ما يحدثنا الدكتور شيشي. دكتور، انه من رحمات المولى عز وجل على عباده يعني عدم تكليف النفس ما لا تطيق، وانه من رخص المولى عز وجل انه المريض يفطر، ولما الطبيب يؤكد هذا الامر لابد على المريض ان يستجيب لذلك. نعرف انه في المجتمع الجزائري له خصوصياته، انه الكثير من الناس نتكلموا خاصه على فئه المسنين يستحون من الافطار، وربما ما يتناولوش الادويه تاعهم، وهذا يشكل لهم مضاعفات ربما تكون خطيره في بعض الاحيان. ماذا يمكن ان نقول؟ ما هو راي الدين في هذا الشان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، لا شك أن الإسلام رعى واقعية الإنسان وظروف الإنسان وتقلبات أحوال الإنسان، فالإنسان ليس على حال واحد، الإنسان أحيانا صحيح، أحيانا مريض، أحيانا مقيم، أحيانا مسافر، أحيانا نائم، أحيانا مستيقظ، أحيانا صغير في السن، أحيانا كبير في السن. كل هذه التقلبات رعاها الإسلام وجعل أحكام فقهية خاصة بكل حالة. والله عز وجل قال في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية عندما نتأمل جاءت بعد آيات الصيام، لما الله عز وجل أمر بالصيام وتكلم عن الرخص وقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين على قراءة أخرى. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ليس المقصود من الصيام هو تعذيب النفس فعلا. والله عز وجل لا يريد أن يلحق أضرار بالناس بسبب الصيام، ولا يريد أنه يعذب الناس بسبب الصيام. إنما الصيام هو عبادة يقصد بها تحقيق التقوى، ويقصد بها تأذيب النفس، ويقصد بها الروحانية وتقوية الصلة بالله عز وجل. ولكن إذا كان هذا الصيام صار يلحق أضرار بالإنسان، فإن الإسلام في هذه الحالة يجعله معصية. فبعض الناس لما يقول له الطبيب لا تصوم يذهب يتحدى ويصوم، وبصيامه أدخل الضرر على نفسه. فهنا الصيام تحول من كونه عبادة إلى كونه معصية. لهذا نحن في مجال الصيام نحن نقول، وفي مجال المرض عموما،
نحن نقول للناس الذين يسألوننا نقول له اسأل الطبيب الذي قال له لك الذي قاله لك الطبيب طبقه. ربنا تبارك وتعالى يقول فاسأل به خبيرا، يعني دائما نرجع إلى الخبرة الطبية، هكذا نستطيع أن نعرف الإنسان هل يصوم أم لا يصوم. وبعد ذلك عندما لا يصوم ليس معناه أنه ناقص العبادة أو أن الله عز وجل سيغضب عنه ونحو ذلك. الله عز وجل هو الذي قال لك فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى أنه يعفى من الصيام وله الأجر في وله ذلك الأجر كذلك. في ذلك لأنه في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني مثل ما كان يعمل لما كان في حال الصحة فإنه يكتب له الأجر وأجره مستمر. إذا كان هذا إنسان مريض فإنه له حلول، لهذا نحن ننصح بالرجوع للطبيب، والطبيب هو أدرى بحالتك وأدرى بمصلحة نفسك. فإذا جاءتك حالة مرضية لا تجتهد من نفسك ولا تقول أنا أجد نشاطا، لأنه في كثير من الحالات يعني يؤكد لنا الأطباء أنهم ينصحون الإنسان بأن لا يصوم قبل رمضان، يقولوا له لا تصوم، يجعلوا له تحليل يقول له أنت حالتك لا تسمح بالصيام، ولكنه لما يجد نشاطا يتعمل. في رمضان يتحدى ويصوم، وبعد العيد لما يجعلوا له التحاليل يجدون أن حدثت له مضاعفات كثيرة، المعايير يعني ارتفعت، حدثت مضاعفات خطيرة جدا. لهذا نقول الإنسان دائما ارجع إلى الطبيب اسأله، إذا قال لك الطبيب إن الصيام لن يدخل عنك ضرارا فأقدم على الصيام، إذا قال لك وأكد لك أنه سيحدث لك أضرار لا تصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا أضر نفسي ولا أحق الضرر بغيري. لهذا إذا قال لك لا تصوم لا تصوم، إذا قال لك تناول الدواء تناول الدواء، وهناك حلول شرعية الحمد لله. نحن عندنا في الشريعة الإسلامية حالات يسقط الصيام أصلا على الإنسان، عندنا حالات أخرى يعني يمكن الإنسان أنه يفطر ويخرج مد من طعام كما نص على ذلك العلماء، إذن هناك حلول شرعية الحمد لله. وقبل أيام قليلة جعلنا لقاء مع مجموعة من الأطباء تحت إشراف الجمعية الجزائرية للأمراض التنفسية مشكورة، وكان حاضر معنا الأستاذ عبد العزيز رشيد، وناقشنا هذا الموضوع، موضوع الأمراض التنفسية، وجمعنا بين الطب والشريعة، لأن الشريعة الإسلامية هي لا تتناقض مع العلوم العصرية، تواكب، هي تواكب العلوم العصرية دائما. نحن في الشريعة الإسلامية من ناحية الفتوى نرجع إلى أهل الاختصاص، نسأل أهل الاختصاص، لما أريد أفتي في أي مسألة نرجع إلى أهل الاختصاص في المسألة. إذا كانت قضية اقتصادية نرجع إلى أهل الاقتصاد، إذا قضية قانونية إلى أهل القانون، قضية طبية لا بد أني أرجع للطبيب ماذا يقول. فإذا قال الطبيب أن هنا ضرر فنقول حرام الصيام، إذا قال ليس هناك ضرر نقول يجوز الصيام. وإذا كان قال الطبيب هذا مرض مزمن لا يمكن أن يشفى منه الإنسان في الغالب ويبقى مستمرا معه طول حياته، فالشريعة الإسلامية الحمد لله جعلت حلول شرعية. قبل ما نتكلم عن الحلول دكتور شيشي، ربما أسأل البروفيسور عبد العزيز، في حالة ما إذا تعمد يعني المريض ببعض المشاكل الصحية في الجهاز التنفسي وقام بالصيام، ما هي أبرز المضاعفات التي يمكن أن تحدث له؟ فيما يخص الأمراض السرية المزمنة، الأمراض الربو ومرض البي بي سي، هو الإنسان اللي ما يستعملش الدواء تاعه بانتظام، بيسك حنا نقولوا لازم يستعمل بانتظام 2 مرات في النهار 3 مرات في النهار على حسب الحالات، الحالة تاعو تقدر تتطور ويقدر يدير نوبات، يدير نوبات كبيرة، يقدر النوبات تتطور، يقدر النوبات تديه لوسبيتاليزاسيون، تقدر النوبات تديه لاغيانيماسيون، وبعض الحالات للموت. نعم، يعني هذه كلها تعقيدات ممكن أن تحدث في حالة ما إذا تعمد المريض الذي يجب عليه الإفطار ويصوم. وي لكريسيفر سا بو ابوتيغ على غانيماسيون. فيما يخص مرض السل نقولوا بلي المناعة تكون ضعيفة، لهذا لازم يفطر باش كي يبرى. كاين حلول دينية الأستاذ يقدر يهضر عليها كي يبرى. فيما يخص الامراض المرضية انفكسيوز كاين دواء يشربوا 3 فوا بار جور، دي كومبريمي 3 فوا بار جور، كي يشرب 2 فوا بار جور في الفطور وفي السحور هاو ما يبراش، يقدر المرض تاعو يتطور، يقدر ما يبو غوشوتي، يبو سو كومبليكي، دونك سي يتعقد. نعم يتعقد، لهذا نقولوا كي يكون مريض يشرب الدواء تاعو كي يبرى كاين فيها حلول دينيه.
حتى أن هنالك بعض التعديلات ربما في أخذ الأدوية بالنسبة للمرضى التي يمكن لهم الصوم، يتوجهون إلى الطبيب المختص الطبيب المتابع حتى يعدل لهم مواقيت تناول الأدوية بالنسبة لرمضان، وهذا الأمر لا يؤثر عليهم. لا يؤثر، هذا الأمر لا يؤثر. أعود إليك دكتور شيشي، لما نتكلموا على كما قال البروفيسور هنالك أمراض مزمنة التي يشخص الطبيب أنها لا تشفى، وهنالك بعض الأمراض التي تشفى، في الحالتين ما هي كفارة الصوم وكيف يمكن للمريض أن يعني يكفر على يعني إفطاره في رمضان؟ المرض على نوعين، هناك مرض عارض مؤقت، وهناك مرض في الغالب مرض مزمن ويبقى مستمر مع الإنسان وميؤوس منه في الغالب يعني وغير مرجو برؤه. المرض العارض الذي يأتي عارض للإنسان ومؤقت وسيشفى منه بإذن الله عز وجل، مثل حالات يعني ربما حالة زكام أو أي حالة يعني كانت شديدة تمنع الإنسان من الصيام، هذا لا إشكال فيه، يفطر الإنسان ثم يقضي بعد رمضان ولا حرج ولا إثم عليه ولا يطالب بالكفارة، إنما يطالب بقضاء ذلك اليوم وفقط. أما بالنسبة للمرض المزمن الذي يبقى مستمر مع الإنسان وغالبا لا يشفى منه في الغالب، هذا الآن مرجعه للطبيب. إذا قال الطبيب لا بأس أن تصوم نقول للإنسان المريض قل صم، إذا قال الطبيب إن الصيام يوقعك في حرج كبير، نعم، مثل الحالات المتقدمة مثلا في السكري، مثلا هناك نعم حالة متقدمة في السكري أحيانا يحتاجون إلى عدة جرعات نعم من الأنسولين نعم في اليوم، مثلا يقول الطبيب لا تصوم، أو الأمراض القلب مثلا أو أمراض الكلى أو أمراض المزمنة التي يعني تحدث مضاعفات كثيرة لو أن الإنسان ترك الدواء أو أن الإنسان صام مثلا ونحو ذلك. في هذه الحالة الشريعة الإسلامية تعطي حلول تسقط عنه الصيام أصلا ولا يطالب بالصيام، وعليه أن يخرج مد من طعام استحبابا ليس فرضا ليس وجوبا، استحبابا بمعنى الأفضل. إذا كان لا يستطيع إخراج هذا فليس آثما، إنما لو أخرجه فله أجر، وهذا المد من طعام هو رطل من السميد ويمكن نقدره بالدينار الجزائري يوميا ما بين 5000 إلى 20000، الذي فتح الله عز وجل عليه بالمال يخرج 20000 25000 15000، اللي كان فقير ولا يملك مالا يكفي أنه يخرج 5000، وإذا كان الإنسان أصلا لا يستطيع إخراج هذا المبلغ فهو ساقط عنه لأنه ليس فرضا إنما هو مستحب فقط. ما هو المستحب؟ أن يخرج يعني أن نستطيع القول الكفارة يوميا أم يتم جمعها وإعطائها؟ ربما بعض الناس يقول بأنه لما يجتمع المبلغ يكون مبلغ معتبر يمكن لأي محتاج أنه يساهم في حل بعض مشاكله، ما هو المستحب في هذا؟ نعم كل هذا جائز، إذا أراد أن يخرج كل يوم المبلغ، إذا أراد كل أسبوع يخرج المجموع أو 10 أيام أو حتى بعد شهر يخرج هذا المبلغ كاملا، فالأمر يسير بحسب المتيسر. نعم. المهم أن الشريعة الإسلامية لا تضيق في هذا الأمر، والأمر في ذلك واسع وكل الحلول وجدت. نعم يحرص الإنسان كل الحرص على الرجوع إلى كلام الأطباء، مثل ما تفضل الأستاذ يعني مرض السل يعني يحتاج إلى علاج حوالي 6 أشهر، والإنسان مطالب بأن يقوي مناعته لأنه مريض وعنده ضعف مناعة، فلو أنه تحدى ولم يسمع كلام الطبيب وصام فبالتالي ستضعف مناعته لأن المناعة تقوى بالأكل، وسيضطر إلى ترك الأدوية وبالتالي سيدخل في أمور معقدة ويصاب بالالتهاب الرئوي الحاد كما ذكر الدكتور، وبالتالي هنا الآن يصعب علاجه بعد ذلك، صارت عنده حالة معقدة. لهذا نحن ننصح الإنسان نقول له اتبع كلام الطبيب، وبعض الناس يؤخر العلاج يصاب بحالة معينة ويؤخر العلاج إلى المغرب، وبعد ذلك تأخير العلاج إلى المغرب هذا يسبب له مضاعفات أخرى خطيرة، فنحن نقول له إذا كان احتجت إلى الدواء وعليك أن تستعمل الدواء وأفطر، والأمر سهل جدا، إذا كان يمكنك القضاء إن شاء الله بعد رمضان تقضي إذا كان ليس مرضا مزمن ويسمح لك الطبيب بال 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 بالصيام، أما إذا كان مرض مزمن يمنعك من الصيام أصلا فأنت لماذا تكلف نفسك أن تصوم أصلا؟ الحمد لله الشريعة الإسلامية جعلت لنا حلول شرعية، حلول شرعية هو أنك إما أن تقضي إذا كنت قادر على القضاء أو تخرج مد من طعام مثل ما بينا، وهذا المد هو أصلا مستحب وليس فرض. ومن لم يقضي في تلك السنة ويقضي بعد ذلك يقضي ويخرج الكفارة؟ نعم يخرج الفدية، فدية التأخير، هذا إذا كان أخر من غير عذر يعني ترك القضاء تهاونا وتكاسلا حتى دخل عليه رمضان الموالي، فهو مطالب بالقضاء ومطالب بفدية التأخير. نعم. فدية التأخير التي بيناها نفس الشيء يعني نفس المقدار. نفس المقدار. لكن إذا كان هناك أعذار منعته من القضاء
ودخل عليه رمضان الموالي، ففي هذه الحالة يطالب بالقضاء فقط، لا يطالب بفدية التأخير لأنه لم يتعمد التأخير، إنما كان عنده أعذار معينة، يعني بسبب مثلا علاج أمراض مرض معين، أو فترة نقاهة يعني طويلة، نعم فترة نقاهة طويلة، أو مثلا المرأة الحامل أو المرضع مثلا، هذه حالات أعذار. فإذا كان الواحد منهم لم يستطع القضاء ودخل عليه رمضان الموالي، فإنه يطالب بالقضاء بعد رمضان إن شاء الله، ولا يخرج فدية التأخير لأنه لم يتعمد التأخير، إنما كان هذا لضرورة وعذر معتبر شرعا. نعم دكتور، ربما قبل أن نختم بعض النصائح فيما يتعلق بمرضى الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي بالنسبة للصوم في شهر رمضان. قبل النصائح كاين في الحالة، في حالة النوبة وكذلك في حالة النوبة الحادة، نعم. تكون فيها الإنسان يديروا له لانيبوليزاسيون. لانيبوليزاسيون كما تعرفوا فيها السيروم وفيها الدواء. لو سيروم الشيخ يفطر، نعم. وكذلك لا بيرفيزيون كي تكون فيها اون بيرفيزيون باسكو لازم الدواء نديروا يمر عبر العروق، نعم، فهو فهي مفطرة ايضا. نعم، الحالة تكلمنا مع الشيخ والشيخ قال لك هذه الحالات تفطر. النصائح اللي نقدروا لازم نقولوها فيما يخص الامراض الصدرية ورمضان، امراض الصدرية والصوم، الانسان يتعامل مع المرض تاعو عاديا وياخذ نصائح تاع الطبيب تاعو باش ما يبيغ با الكونترول، ما تروحش التحكم في المرض، التحكم لا يضيع تحكمه في المرض، لا يضيع التحكم في المرض تاعو، وان شاء الله يبرى فيما يخص الامراض الاخرى مثل تولي مرض انفكسيوز اي لا تيوبركولوز. وحتى يمكن يعني للمرضى الذين يصومون انهم يتابعوا دوريا في شهر رمضان عند الاطباء المختصين، ما ينساوش لي كونترول تاعهم، باسكو كاين بزاف المرضى يقول لك راني نجيك بصح بعد رمضان. وهذا يعني تصرف خاطئ في غالبية الأحيان، لأنه ممكن للصوم أن يحدث بعض الخلل فيما يتعلق بتعقيدات هذا المرض، ويجب متابعة الطبيب حتى في خلال شهر رمضان. يعني المتابعة تكون متابعة عادية كما نتعاملوا قبل رمضان نتعاملوا في رمضان. نعم، ماذا يمكن أن نقول دكتور في ختام هذا اللقاء؟ نعم، نحن نؤكد لمن يسمعنا أن بخاخة الربو ليست مفطرة، يجوز للصائم أن يستخدمها وصيامه صحيح، لأن بخاخة الربو هي تعمل على توسيع الشعاب الهوائية ومادتها تذهب هذه الفرطانية تذهب إلى الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية ولا تصل إلى المعدة كما أكد الأطباء، والمجامع الفقهية فصلت في هذا الموضوع وبيّنت أن بخاخة الربو ليست مفطرة. الأمر الآخر، جهاز التبخير الرئوي نيبولايزر، هذا ناقشناه مع الأطباء، فهو فيه مادة مغذية، هذا قد يفطر، يعني يفطر، ما دام يفطر يمكن الإنسان أن يقضي هذا اليوم إن شاء الله إذا أمكنه القضاء بعد رمضان إن شاء الله. وإذا كان عنده مرض أصلا يمنعه من الصيام والطبيب منعه من الصيام أصلا، فيخرج الإنسان يعني مد من طعام. بالنسبة لجهاز الأكسجين ليس مفطر، يعني جهاز الأكسجين الذي يستخدمه الناس يعني المرضى لمساعدة التنفس، نعم يعني هذا ليس مفطر، هذا يجوز لا حرج في ذلك. وبالنسبة لاستعمال الكبسولات وغير ذلك هذه واضحة، هذه واضحة لأنها تذهب إلى المعدة. بالنسبة للأمراض التنفسية، نعم، عندنا الربو، عندنا بخاخة الربو ليست مفطرة والأكسجين ليس مفطر، يبقى الجهاز التبخير الرئوي هذا فيه مادة مغذية يمكن يكون مفطرا، وكذلك الكبسولات تكون مفطرة في هذه الحالة. ودين الله يسر، والله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. نحن ننصح بالرجوع إلى كلام الأطباء، والشريعة الإسلامية مع الطب لا يتناقضان، بل الشريعة الإسلامية مرجعها إلى الطب، إلى أهل الاختصاص فيما يخص الأمراض الصحية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد العربي شيشي، أستاذ بجامعة الجزائر واحد كلية العلوم الإسلامية، شكرا جزيلا لك ورمضان كريم إن شاء الله. الشكر موصول أيضا للبروفيسور رشيد عبد العزيز، رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والسل بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو، شكرا جزيلا لك بروفيسور، رمضانك كريم. شكرا مشاهدينا، يبقوا معنا متواصلون ومحطات هذا الصباح بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا. محطتنا الآن نقف فيها عند سلك الحماية المدنية، نتعرف مع ضيفنا على التواجد النوعي للمرأة في سلك الحماية المدنية ودورها الحيوي واحترافيتها في هذا المجال. ولتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافتي السيد كريم بالفحصي المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرحبا بك سيد بالفحصي ويومك طيب. تحية صباحية عطيرة لك سيدتي الفاضلة ومن خلالك لكل الزميلات والزملاء في الاستوديو، صباح الخير كل مشاهدينا في كل أرجاء الوطن. مرحبا. إذا الجزائر بالأمس على غرار كل العالم نعم. احتفت باليوم العالمي للمرأة. المرأة الجزائرية تتواجد في كل المجالات والتخصصات حتى في سلك الحماية المدنية الذي ربما يعتقد الكثير أنه مجال صعب ويتطلب ربما الكفاءة البدنية للرجل ولا يمكن للمرأة أن تلج هذا المجال. حدثنا عن المرأة في سلك الحماية المدنية. شكرا. في البداية دعيني أن أهنئ كل النساء الجزائريات باسم المدير العام للحماية المدنية العقيد بولام بوغلاف، أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا، وتمني لهم وفور الصحة والعافية، أدام الله إن شاء الله تألقهن سواء بالماكثات في البيوت أو التي اللواتي يمارسن مختلف المهام والوظائف في كل هيكل الدولة الجزائرية. شكرا. فنتمنى لكم إن شاء الله عيد سعيد إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد بالفحصي. شكرا. طبعا جهاز الحماية المدنية لا يقل أهمية عن مختلف أجهزة الدولة الأخرى، خاصة الأجهزة الأمنية والوقائية، والمرأة الجزائرية تمكنت من ولوجها إلى هذا القطاع وفرضت نفسها بخبرتها بكفاءتها بقدرتها بإمكانيتها أن تتبوأ العديد من المناصب في مختلف الهياكل التابعة لقطاع الحماية المدنية، سواء منها المركزية على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، وأنا أسجل وجود أخواتي من السيدات الفضليات اللواتي يمارسن مهام سامية في المديرية العامة للحماية المدنية، فمنهن اللي تشغل منصب مدير مركزي بالمديرية العامة للحماية المدنية، ومنهن الطبيبات، ومنهن المدراء أو المديريات الفرعية، ومنهن رؤساء مكاتب، ومنهن اللواتي يشتغلن في مختلف المهام على المستوى المركزي. إذا رحنا على المستوى الهياكل الخارجية أو المصالح الخارجية، ربما هنا السؤال المطروح نعم. ما يتعلق الأمر بالطبيبة أو نعم. بالمرأة في سلك الحماية المدنية المتواجدة في المكتب هذا نعم. أمر عادي طبيعي. نعم. لكن التساؤل الكبير أنه كيف يمكن للمرأة أن تتواجد في وحدات التدخل في نعم. المهام الصعبة الموكلة في هذا السلك. طبعا قلت أنا على المستوى المركزي أهنئهن على إثبات قدراتهن في تسيير الجانب الإداري أو المهام المناطة لهم على المستوى المركزي. كذلك على المستوى المصالح الخارجية اللي نتكلم عليها تتمثل في المديريات الولائية للحماية المدنية، وهنا أزف خالص التهاني والتبريكات إلى المحترمة مديرة الحماية المدنية لولاية عين صالح اللي هي مرأة برتبة رائد الحماية المدنية، الآن هي تتربع على جهاز الحماية المدنية في ولاية عين صالح، طبعا في إطار السياسة والاستراتيجية المنتهجة من قبل المديرية العامة للحماية المدنية وعلى رأسها السيد المدير العام. إذا تكلمنا على أخواتي المتواجدات في مختلف المهام خاصة منها التدخلاتية أو العملياتية فأهنئهن في هذه المناسبة الكريمة والتي كانت يوم أمس اليوم العالمي للمرأة، فسجلنا من خلال الصور والفيديوهات والروبورتاجات التي يمتلك منها التلفزيون العمومي وجود المرأة في جهاز الحماية المدنية والتي فرضت نفسها في التدخلات العملياتية، وشفنا زميلاتنا يوم العالمي للحماية المدنية 1 مارس اللواتي مارسنا رفقة شقيقهم الرجل العديد من التمارين الافتراضية التطبيقية التي ربما في السابق كانت حكرا على العنصر الذكوري أو العنصر الرجالي، الآن نشوف زميلاتنا من مختلف الرتب من النساء اللواتي يمارسن هذه المهمة جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في التدخلات العملياتية، سواء ما تتعلق بالإسعاف الإنقاذ الإطفاء وحتى ما يتعلق بالتدخلات اليومية اللي تمارسها السيدة الفاضلة في مجال الإسعاف والإجلاء على مستوى سيارة الإسعاف والقيام بمهام نقدر نقول نبيلة وسامية، فمنهن من استطاعت أن تقدم الإسعافات الأولية للنساء الحوامل اللواتي كانت على متن سيارة إسعاف وتم تقديم لها المساعدة في إطار ما يسمى بالولادة المفاجئة. فالآن البنت أو المرأة في الحماية المدنية استطاعت أن نقدر تقول تكون في مقدمة التدخلات جنبا إلى جنب مع الرجل، وهذا بفضل
تكوينها المتميز، نعم، انضباطها المتواصل، وحبها للمهنة، وتمتعها بما يسمى بالوفاء والتضحية، واللي غلب عليها الطالب طابع الإنساني، أصبحت إنسانية أكثر من السابق، أو أكثر من التحاقها بجهاز الحماية المدنية. هذا لا يقل أهمية عن النساء الأخريات المتوجات في مختلف المهام، لكن لما نتكلم عن الحماية المدنية خصوصية تكمن في نوعية هذه التدخلات. طبعا نوعية هذه التدخلات التي يمكن أن تكون صعبة أيضا. طبعا فالبرامج التكوينية التي سطرتهم المديرية العامة للحماية المدنية، والتي لم تكن حكرا على الذكور فقط، استغلت المرأة الجزائرية أو المرأة في جهاز الحماية المدنية هذه الدورات التكوينية وهذا التمارين الافتراضية وهذه المناورات من أجل فرض وجودها في جهاز الحماية المدنية، والتي جعل منها قلت أن تتبوأ مناصب سامية على المستوى المركزي، على مستوى المصالح الخارجية. إذا نزلنا إلى المهام العملية نشوفوا، نقدر نقول بهذا المصطلح العامي، خواتاتي من الحماية المدنية الآن ربما اليوم يشاهدوا فينا الآن متواجدين في النوادي داخل الوحدات الحماية المدنية، استطاعوا أن يفرضوا أنفسهن بكفاءاتهن وخبرتهن وقدراتهن الميدانية. ما نش نقولوا في هذا الكلام شعار فقط، وإحنا نعرف أن التلفزيون العمومي في التغطية نتاعو لمختلف التدخلات في بعض المرات يركز أو المصور أو التقني على دور المرأة في الحماية المدنية، خاصة لما نشوفوا تخرج الدفعات، أو لما ربما تكون الكوارث الكبرى شفناها جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في مختلف التدخلات. هل ولجت المرأة في سلك الحماية المدنية كل التخصصات؟ طبعا فيه تخصصات لربما ستأتي تدريجيا. احنا نشوف انه ربما نتكلم على فرق التدخل في الاماكن الحضريه موجوده، التدخل في الاوساط الوعره او الاماكن الوعره الجرام موجوده، اذا تكلمنا على الفرق السينوتقنيه الكلاب المدربه نجد من النساء اللواتي هم ما يسمى بالماتر دو شيان الان، التي اصبحت ممرنه للكلاب اكرمك الله السينوتقنيه للكلاب المدربه التي تبحث عن الجثث تحت الانقاض. اذا تكلمنا على سياره الاسعاف نجد منهن الكثيرات متواجدات في سياره الاسعاف في فريق التدخل. اذا تكلمنا على الاطفاء نفس الشيء، اذا تكلمنا على الانقاذ نفس الشيء، اذا تكلمنا على الجانب الاداري نفس الشيء. فربما بعض المهام التي هي الان في اطار التكوين وفي اطار السياسه الجديده للمديريه العامه للحمايه المدنيه، نتكلم على فرقه الغطس وفرق الاخرى، الان تكون العمليه تدريجيه رويدا رويدا، حتى نقدر نقول 90% الى غايه اليوم، الى غايه وجودي في البلاطو، 90% من المهام الموجوده في قطاع الحمايه المدنيه ولجت اليها الاخت الكريمه والسيده الفاضله وفرضت نفسها بكفاءتها بخبرتها بقدرتها، وجعلت من جهاز الحمايه المدنيه مكانا للمراه حتى تفتح نقدر نقول الشوق للاخريات اللواتي هم الان في نقدر نقول في سن التكوين، اللي راه عندها 18 سنه و19 سنه، ربما راهي في الثانوي ولا في الجامعه، الان راهي تفكر هذه الاخت الكريمه انها بعد نهايه دراستها او في يوم ما تلتحق بجهاز الحمايه المدنيه. وهذه السياسه اللي يعتمدها السيد المدير العام هي في اطار التشبيب وفي اطار فتح المجال، وفق المناصب الماليه التي تعتمد من قبل الدوله الجزائريه، في كل سنه يكون هناك مناصب ماليه ويكون كاين فئه او عدد مناصب موجه للاناث حسب خصوصيات كل ولايه وحسب طلبيات كل ولايه. طبعا الان هذه السنه الان تزاول في هذه اللحظه تزاول اكثر من 30 بنت تكوينها في رتبة عون متربص بالحماية المدنية على مستوى الملحقة الوطنية للحماية المدنية أو المدرسة الوطنية للحماية المدنية، موجودات ليتم إعدادهن للتخرج السنة المقبلة إن شاء الله في 1 مارس 2025، واللي راحين إن شاء الله يحملوا المشعل ويلتحقوا بوحدات الحماية المدنية ليمارسوا مهامهن رفقة شقيقتهن اللواتي لهم من الأقدمية ما يسمح لهم بإعطاء لهم هذه الرسالة وهذا المشعل حتى يواصلوا في جهاز الحماية المدنية. كم تحصي الحماية المدنية من العنصر النسوي إلى حد الآن، إذا كانت تتوفر لديكم إحصائيات سيد بالفحصي؟ والله عندنا أرقام في الحقيقة لا تحضرني الآن، لكن عندنا من فئة النساء اللواتي ما نقدرش نعدهم على رجال الأصابع لأن عددهن كثير على المستوى المركزي أو على مستوى ولاية الوطن، راح نوفيك بهم ان شاء الله في الله. احد البلاطوهات اللي راح نكونوا معكم هنا ونعطيكم بالضبط عدد الاخوات الفضليات المتواجدات على مستوى جهاز الحمايه المدنيه، سواء قلت من المديره المركزيه اللي راهي تشغل منصب مدير مركزي الى ربما ابسط عون اللي التحقت ربما الدفعه الماضيه ولا غير ذلك، فهم متواجدات في كل وحدات التدخل من اجل تقديم المساعده قلت للمواطنين لحفظ النفس البشريه من الهلاك وحفظ الممتلكات والبيئه، وكذلك تقدم خدمه نوعيه رفقه شقيقها الرجل حتى يكون هناك ما يسمى بالتكامل. التكامل نعم التكامل، والذي طبعا لا اقوله انا كرجل حمايه المدنيه، ربما كما نقول حو يشكر روحه، ولكن
هذه اعترافات وشهادات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف الأجهزة الأخرى التي قالت أنه المرأة في الحماية المدنية فرضت وجودها من خلال تكوينها المتميز، تكوينها النوعي، ولوجها إلى هذا العالم الذي ربما في السابق كان نقدر نقول حكر على الذكور فقط. الآن أصبحت تدخل في جميع المهام، في جميع الوظائف، وخلات التكوين نتاعها اللي خضعته في الجانب النظري والتطبيقي أنها ترياليزيه تطبقه في الميدان. ما الذي يميز أداء المرأة؟ يعني أنتم كمتابعين لكل المهام التي تمارس على مستوى مختلف التخصصات المتواجدة في الحماية المدنية، ما الذي يميز أداء المرأة عن الرجل في هذا السلك؟ طبعا أولا الكل يعرف أنه المرأة رقيقة الحس والمشاعر ولها البال الواسع، ربما على عكس الرجل الذي ربما يكون تحت ضغط شديد ربما لسبب أو لآخر. فالأخت الفاضلة إذا تكلمنا عن الجانب الإداري تلقى عندها من البال الواسع ومن من من التحمل، من قدرة التحمل، وشي اللي يخليها تكون استشارية أكثر وتشتغل مع زملاتها، زميلاتها وزملائها في مجال المشورة. إذا تكلمنا عن الجانب العملياتي تشوف الإنسانية تمشي على أرض الواقع. الشيء الذي يميز المرأة في جهاز الحماية المدنية أنها لها من الإنسانية ولها من الوفاء ولها من التضحية ولها من الأمل وغرس من القيم الصحيحة والسلوكات الإيجابية اللي يخلي المجتمع المدني يتقبل وجود المرأة في سيارة الإسعاف، ويتقبل وجود المرأة في التدخل لما نروحوا إلى البيوت والمنازل من أجل القيام بعملية الإسعاف والإجلاء، يتقبل كذلك النصائح والتوجيهات والتعليمات التي تسديهم تلك السيدة الفاضلة في جهاز الحماية المدنية. فكما يتقبل من الرجل يتقبل أكثر من المرأة بحكم لباقتها في الكلام ووجودها وحسها وأمانتها كذلك. وخاصة إذا كان يتعلق التدخل بمرأة كما هي ترتاح أكثر، ولا يتعلق الأمر بأحد الصبايا، كون الأم عاطفية أكثر، حساسة أكثر، مشاعرها جشية أكثر، وبالتالي راح يكون هناك أخذ وعطاء، وهذا الشيء اللي لمسناه من بالعين المجردة. فإحنا نهنيهم من هذا المنبر ونقول لهم مزيدا من التألق والنجاح والتميز، وستجدوننا إن شاء الله عونا لكم وسندا لكم للقيام بمهامكن المسندة إليكم في إطار المهام المنوطة لجهاز الحماية المدنية، وسيكون لكم كل الدعم سواء من طرف السيد المدير العام أو من كل الأطقم السامية التي تسير قطاع الحماية المدنية على المستوى المركزي أو على مستوى ولاية الوطن. إلى أي مدى يعني ساهم وساعد ربما التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت تستحوذها اليوم الحماية المدنية إلى التحاق العنصر النسوي بهذا السلك؟ طبعا شعار الحماية المدنية على المستوى العالمي هذه السنة التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية، ونقول لك من هذا المنبر أن الجزائر كانت سباقة قبل كل دول العالم السنة الماضية في تنظيمها العديد من الملتقيات التي تتعلق باستعمال واستغلال التكنولوجيات الحديثة. هذه الملتقيات يؤرشفها التلفزيون العمومي لما قمنا بملتقيات وطنية، خاصة ما يسمى بالملتقى الوطني حول آفاق جهاز الحماية المدنية في استغلال واستعمال المركبات الغير مأهولة للدرون. كنا نتكلم السنة الماضية على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالحميس كيف يمكن لجهاز الحماية المدنية أن يطور نفسه من خلال التدخلات حتى نقضي على التدخلات الكلاسيكية. فاشتغلنا في هذا الموضوع منذ سنة تقريبا، حتى جاء هذه السنة من طرف المنظمة العالمية للحماية المدنية والدفاع المدني بسويسرا قالت أنه هذه السنة منذ 1 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025 نشتغل في كل دول العالم في جهاز الحماية المدنية على استغلال واستعمال التقنيات المبتكرة. هذه التقنيات المبتكرة لنا من الفضليات في جهاز الحماية المدنية اللواتي حاملين شهادة الماستر وشهادة الهندسة في مجال الاختراع والتكنولوجيا. فالسيد المدير العام فتح ورشة على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية ويستغل أو يستغل في هذه اللحظة كل الطاقات من الذكور ومن الإناث حتى يمكن لنا الخروج باستراتيجية واضحة تتماشى، وتعليمات سيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق برقمنة القطاع، وإحنا مشينا في هذا الموضوع تقريبا إلى نقدر نقول 85% خاصة ما يتعلق بالمنصات الرقمية وتطبيقات لاينا ولا غير ذلك. الآن بما جاء هذا الشعار لهذه السنة التقنية المبتكرة، زميلاتي وزملائي بمختلف الرتب الحاملين لشهادات جامعية عليا طبعا في إطار الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للحماية المدنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك مركز البحث الاصطناعي، تقريبا الأسبوع الماضي فقط كان لنا سيمينار على مستوى بن عكنون في سيريست بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبحث وغير ذلك حتى نوظف هذه الطاقات
من النساء ومن الرجال، وان نرياليزي الافكار نتاعهم، نحقق كل نحقق هذه الافكار وهذه المشاريع اللي هي الان هي مجسده على ارض الواقع، على ارض على الورق راح نجسدها على ارض الواقع، خاصه فيما يتعلق مثلا بحرائق الغابات. ما بقاش اليوم اننا ندخل بجيش من الاعوان وشاحنة التدخل الى الاماكن اللي فيها حرائق الغابات. الان من خلال ارسال طائرات بدون طيار يعطينا عمليه مسح للمنطقه اللي راه فيها النيران لا قدر الله، ونعرف من خلال الصور التي تاتينا من خلال هذه الطائره بدون طيار السبل التي يمكن لنا ان ناخذها للولوج الى المواقد، نعرف هذه المنطقه اذا فيها ساكنه، اذا فيها منطقه للرعي، اذا فيها استبلاد الحيوانات، نعرف نقاط المياه المتواجده في المنطقه حتى يمكن لنا رسم استراتيجيه وفق الخريطه الموجوده اللي عندنا، وندخل باقل اعوان وباقل امكانيات ماديه وباقل جهد. اذا تكلمنا على ظاهره الغرق، ما بقاش اليوم ندخل يروحوا زملائنا الغطاسين ويدخلوا البراج ولا البحر ويبداو يحوسوا بالطريقه الكلاسيكيه. اليوم كاين لي كاميرا تيرميك ولي كاميرا اكواستيك، مباشره نرسل هذه الكاميرا تدير عمليه المسح في هذا المساحه اللي يصرحوا لنا فيها المواطنين ولا الوسائل الاعلام ولا المصالح الامنيه قال بلي كاين غارق هنا، هذا الكاميرا مباشره تروح دير عمليه مسح، تبعث لنا صور مباشره الغطاس يتوجه الى هذه المنطقه لاخراج هذا الضحيه، بالاضافه الى ما يسمى بالاستعداد والتنبؤ والوقايه والاستشعار، كلها نقاط ومحاور تشتغل عليها جهاز او يشتغل عليها جهاز الحمايه المدنيه فيما يتعلق بالتقنيات المبتكره. الان نحن نسير في هذه السنه ان شاء الله للوصول الى ما يسمى ب القضاء على الأرشيف التقليدي والوصول إلى صفر ورقة، كل تدخلاتنا تكون رقمية على المنصات الرقمية على التطبيقات حتى نساير التحديات التكنولوجية اللي راهي تواجهها كل دول العالم. كل هذه التخصصات ربما تقودنا للتساؤل، ما هي التخصصات الموجودة في سلك الحماية المدنية التي تنافس فيها المرأة الرجل؟ والله كل التخصصات، أنا لا أقول تنافس ولكن أقول هي موجودة الآن جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في الحماية المدنية. إذا نتكلمنا عن التقنيات المبتكرة، قلت من زميلاتي حاملات شهادة الماستر وشهادة الهندسة الآن راهم موجودين في هذه الورشات لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية والآفاق والنظرة الاستشرافية. إذا تكلمنا عن التدخلات الميدانية قلت هي موجودة من رتبة عقيد إلى رتبة عون الحماية المدنية. كل الرتب الآن زميلاتي واخواتاتي من الحمايه المدنيه في كل ارجاء الوطن يتبوأنا مختلف المناصب، قلت على المستوى المركزي او على المستوى المحلي في ولايات الوطن. فما بقاش اليوم نقدر نقول مهام مختصره على العنصر الذكوري ومهام على العنصر الاناث، الان المناصب كلها مفتوحه، بالاضافه الى اذا تكلمت لك على الجانب التكويني. نعم. في سالف الزمن كنا نشوفوا المؤطرين تاع جهاز الحمايه المدنيه نصيبهم كلهم ذكور. نشوف الذكور في مسابقة التوظيف. نعم. لما يجيونا الشباب يتوظفوا يخضعوا إلى عملية تأطير وتكوين من طرف الرجال. الآن نعم. في العملية تاع التكوين هناك من النساء والفضليات اللواتي يشرفن على عملية التكوين. إذن منذ الانطلاقة نقطة الصفر اللي هي التكوين إلى غاية تبوئها المناصب السامية. كل العناصر كل الحلقة تاع هذه السلسلة متواجدة فيها السيدة الفاضلة والأخت الكريمة اللي تشتغل في جهاز الحماية المدنية، ونعيد نقول بهذه المناسبة أننا نهنيهم ونشكرهم على ما قدموه في جهاز الحماية المدنية منذ سنوات خلت إلى يومنا هذا، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح والتميز والإبداع، ويبقوا إن شاء الله منارة في جهاز الحماية المدنية تشع في كل أرجاء الوطن. وأكيد أنه كلما توجه سلك الحماية المدنية إلى تخصصات نعم. أخرى، ونعرف أنه هذا الجهاز يعني يتوجه أيضا ضمن استراتيجيته نعم. المنتهجة اليوم نحو تخصصات جديدة. أكيد. هذا لأكثر أكيد. احترافية لأكثر نجاعة طبعًا. في الأداء أيضا طبعًا. هذا سيسمح أيضا للمرأة الجزائرية أنها تلج هذه المجالات كذا. طبعا هي الآن متواجدة في مختلف المهام الموجودة في مختلف التخصصات. إذا تكلمت عن الإعلام عندي من زميلاتي اللي موجودين في المديرية الفرعية للإحصاءات والإعلام الملازم صدوقي مريم إلى غير ذلك موجودين في الإعلام. إذا تكلمنا على التصوير عندي من زميلاتي الموجودات في قسم الإعلام وهم يمارسون مهمة مكلف بالإعلام مصور الحماية المدنية. إذا تكلمنا على المهام الأخرى أو التخصصات الأخرى الآن في إطار استراتيجية الحديثة للمديرية العامة للحماية المدنية واللي راح تفتح من خلالها تخصصات أخرى، طبعا عنصر المرأة مهم جدا لما أثبتته من كفاءة ومن خبرة ومن تجربة، وهن حاملات شهادات عليا دراسات عليا جامعية فمتواجدات في هذه المهام وفي هذه التخصصات حتى تقدم الأكثر وتقدم الأحسن، لأن هدفنا واحد وهو الارتقاء بالاحترافية المهنية فعلا. لخدمة البلاد والعباد. كلنا نشتغل على هدف واحد أننا نرقي
ونحترف ندخل في باب الاحترافية لفائدة من؟ اللي هو المواطن اللي ينتظر تدخلاتنا، لأن وجودنا في هذا القطاع من أجل المواطن اللي يشاهد فينا الآن، وجودنا في هذا القطاع حتى نحمي النفس البشرية من الهلاك، وجودنا في هذا القطاع حتى نحمي الممتلكات والبيئة اللي يعيش فيها هذا المواطن. فسعادة المواطن مرتبطة بالسعادة نتاعنا، لما يكون المواطن سعيد يكون جهاز الحماية المدنية في أرقى السعادة نتاعه. ربما تكريما لنساء الحماية المدنية، وأكيد أنه في كل سنة تقومون بحفل خاص بنساء سلك الحماية المدنية، ما هي أبرز التخصصات أو بعض الملتحقات بهذا السلك اللواتي تميزنا في هذا السلك وتم تكريمهن؟ ممكن أننا نذكره إذا حضرك يعني الأمر. نعم. بعض الأسماء تكريما لهن. والله أنت الآن موجودة في التلفزيون العمومي، لكن أنت تشاركين الآن معنا في الاحتفال الذي سينظم اليوم على شرف المرأة في جهاز الحماية المدنية. اليوم هناك حفل على مستوى الوحدة الوطنية تدريب وتدخل، طبعا تحت إشراف سيد المدير العام للحماية المدنية والطاقم السامي للمديرية العامة، سيكرمنا وسيشاركنا زميلتهن من جهاز الحماية المدنية في هذه المناسبة الكريمة، وراح يكون تكريم للعديد من الفضليات، حتى نخلي القوس مغلوق في باب السيسبنس، راح يكون تكريم لهن جميعا. نعم. ويكون تكريم مميز لمن نقدر نقول تميزوا خلال هذه السنة الماضية وأثبتوا من الكفاءة ومن القدرة ومن أداء وظائفهم بامتياز. طبعا راح يكون لهم تكريم. سيد المدير العام العقيد ولا مغلف كريم إلى درجة ربما لا نتصورها في هذا المجال، فهو يشاركهن في جميع المهام وفي جميع الوظائف وجميع التخصصات، ويريد منهن أن يتقدموا أكثر إلى ممارسة مهام أخرى ووظائف أخرى وتخصصات أخرى. طبعا الحفل قلت صراحة يشرف عليه سيد المدير العام بحضور طاقم سامي للمديرية العامة. راح تكرم كل النساء الموجودات في قطاع الحماية المدنية على المستوى المركزي، لأنه كانت احتفالات على المستوى المحلي، والسادة المدراء الحماية المدنية على مستوى ولاية الوطن قاموا بهذه الاحتفالية في ولايتهم. الآن على المستوى المركزي سيد المدير العام راح يكون اليوم على مستوى الوحدة الوطنية تدريب وتدخل بحضور قلت ضباط سامين وضباط وأعوان بمختلف الرتب على شرفهن، ويسيم تكريمهن نظرا لما قدموه من عطاء ويثني على مجهوداتهم المقدمة في جهاز الحماية المدنية. سيد بالفحصي، ربما ما هو أبرز شيء يمكن أن يحفز المرأة المنخرطة تحت لواء سلك الحماية المدنية في أداء مهامها، يعني حسب اعتقادكم وحسب يعني ربما الممارسة اليومية التي تقوم بها في مختلف التخصصات، ما هو أكثر أمر يمكن أن يحفزها؟ والله إذا تكلمت لك على هذا الموضوع بالذات تحضرني اللحظة تلك الصور التي سجلناها السنة الماضية في وجود بعثة الحماية المدنية الجزائرية في سوريا وفي تركيا. نعم. وشفنا من الفضليات من قطاع الحماية المدنية اللواتي أذرفنا الدموع لما كانوا يشوفوا في الصور تاع زملائهم الرجال هم متواجدين في تدخلات سوريا وتركيا، وجعلوا هذيك الصور كانوا يريدون أنهم يكونوا موجودين في هذا النقطة أو في هذا التدخل، فأذرفوا الدموع لما يقدمه الرجل في جهاز الحماية المدنية وحبوا يكونوا تمنوا لو كانوا. نعم. فهذا الشيء اللي يخلي طبعا هذا الشيء اللي يخلي البنت الجزائرية الموجودة في جهاز الحماية المدنية تكون أكثر شجاعة وأكثر وفاء وأكثر تضحية وأكثر مبادرة وأكثر نقدر نقول إنسانية. فهي الآن من خلال ما يسمى بالروتور دي اكسبيريونس، الرجوع بالخبره لتدخلاتنا اللي سجلوهم في مختلف ولايات الوطن، يخلي المراه الجزائريه في جهاز الحماية المدنية تريد ان تكون في جميع المواقف وفي جميع النقاط التي يكون فيها موجود زميلها الرجل، وهذا ليس بغريب عليهن، وسنراهم ان شاء الله في القريب العاجل يتبوأن مختلف التدخلات على مستوى الوطني وعلى مستوى حتى دول العالم نظرا للكفاءه وللخبره التي اثبتتها الأخت الكريمة في جهاز الحماية المدنية. هذا الشيء اللي يخليها تتحفز باش تكون في مقدمة الصفوف، وأنا لا أعتقد أنه بقي من الوقت الكثير، فأنا أراه قريبا جدا ستكون الأخت الكريمة في جهاز الحماية المدنية تتربع على مختلف الوظائف وعلى مختلف التخصصات، ويكون عندها حافز كبير باش تكون في الصفوف الأولى في مختلف التدخلات. ما بقاش اليوم مهام ولا وظائف مختصرة على الذكور فقط، فكل الشيء اللي راه يقدمه الجانب الرجالي أو محور الرجال راه يتقدمه الأخت الكريمة، وهذا الشيء اللي يخليها تتحفز، لأنه على بالها باللي لما تكون الصفوف الأولى عندها السند فعلا
اللي هو زميلها وشقيقها الرجل اللي راه موجود كما نقولوا احنا باللغه نتاعنا موجود في كتافها اللي هو راح يكون سند لهذا الاخت الكريمه حتى تتقدم اكثر وتوفق اكثر وتتبوأ مقاعد ومناصب في مختلف الهياكل والمهام. نعم، منذ متى التحق العنصر النسوي سيد بالفحصي الى سلك الحمايه المدنيه؟ طبعا نقدر نقول انه في سنوات يرجع بنا الزمن إلى الوراء كثيرا، وين سجلنا وجود العنصر النسوي تقريبا من سنة التسعينات. نعم. ربما في البداية كانت على عبارة عن أسلاك مشتركة وأسلاك شبيهة. ثم من سنوات التسعينات لهنا منذ وجود أو منذ وجود القرارات والبراسيم التي تسفر عن وجود المديرية العامة للحماية المدنية التي أصبحت مديرية عامة للحماية المدنية وفتح مجال التكوين والتخصصات لجهاز الحماية المدنية، التحقت المرأة بجهاز الحماية المدنية، وهذا الشيء اللي خليها اليوم تتبوأ المناصب العليا. لو ما كانش عندها من سالف الزمن ما وصلت المرأة إلى في الحماية المدنية إلى رتبة عقيد وتمارس مهمة مدير مركزي بالمديرية العامة إلى في الحماية المدنية. ما وصلت باش تكون مدير حماية مدنية في ولاية عين صالح، ما تقدر تكون في رتبة رائد، في رتبة نقيب. اليوم كل الرتب وكل المناصب وكل كل كل الرتب الوظائف الموجوده في المدينه التحقت لهم المراه، لكن هذا ما جاش في 4 سنين ولا في 5 سنين، هذا يخلينا الحديث سنوات طوال. نعم، سنوات طوال ومرت بفترات تكوين وفترات اللي خضت فيها الخبره والتجربه والكفاءه سمح لها اليوم باش تكون في مقدمه المناصب وتتبوأ وتكون على عرش هذه المناصب، لانها اثبتت من القدره ومن الكفاءه ومن الخبره اللي يسمح لها باش تمارس مهامها مثلها مثل الرجل. هذا يخلينا نقول انها لها مرجعية من السنوات اللي خلاها انها تكونت في السنوات الماضية واليوم وصلت باش تكون تمثل العنصر النسوي في هذه المهام وفي هذه المناصب، في خاصة لما نتكلم على المناصب السامية اللي نتكلموا على مدير مركزي، نتكلموا على مدير ولائي، نتكلموا على رئيس مكتب، نتكلموا على مديرة فرعية. فالعديد من المهام التي هي موجودة في مختلف المديريات الفرعية والمديريات المركزية والمديريات الولائية، المرأة الجزائرية في الحماية المدنية الآن نقدر نقول راهي رمز من رموز الجهاز. ماذا يمكن ربما قبل أن نختم أن يقول زميل الرجل في سلك الحماية المدنية إلى زميلته المرأة في هذا السلك بعد يعني كل هذه الخبرة التي اكتسبتها المرأة اليوم في سلك الحماية المدنية وبعد هذا العطاء وبعد هذا التميز والكفاءة والجدارة التي أثبتتها في الميدان؟ طبعا أنا أهنئهم أهنئهن مرة أخرى باسم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوليف والطاقم المسير للمديرية العامة إلى كل زميلاتي المتواجدات في جهاز الحماية المدنية بمختلف الرتب، قلت من رتبة عقيد إلى ربما رتبة العون في كل أرجاء الوطن في 58 ولاية. إن شاء الله ربي يعطيهم موفور الصحة والعافية ويعطي لهم واسع النظر ويخليهم يزيدوا يكونوا أكثر احترافية وأكثر كفاءة وأكثر قدرة وأكثر خبرة ليتواجدوا في الميدان رفقة زميلها أو شقيقها الرجل في مختلف المهام والوظائف والمناصب وغير ذلك. وكذلك الشيء اللي نقوله من هذا المنبر لزميلاتي نقول لهم لكنا من الاحترام والتقدير والامتنان سواء من زملائكم وأشقائكم في جهاز الحماية المدنية أو من المواطنين اللي راهم يشاهدوا فينا الآن في التلفزيون العمومي أو يسجلوا بالعين المجردة تدخلاتكم التي تقوموا بها في الميدان، خاصة تلك المهام التي تسمى بالوظائف النبيلة أو المهام النبيلة فعلا. فلكم الاحترام والتقدير والامتنان، حافظوا على هذه الرسالة كما يحافظ عليها الرجل، وما عندناش شك في هذا الموضوع، وإحنا نتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح والتميز والإبداع للولوج في تخصصات أخرى ووظائف أخرى ومهام أخرى. وكلنا ثقة في المرأة الجزائرية، فهي متواجدة في جهاز الحماية المدنية، موجودة في الجيش الوطني الشعبي، موجودة في الأسلاك الأمنية، وهذا دليل على مواطنة المرأة الجزائرية وتضحيات الجسام التي تقدمها. نعم. في خدمة الوطن، في سبيل الوطن، في سبيل العباد والبلاد، هذا ليس بغريب على هذه الصورة. فمثل ما حملتم الأخوات في الثورة التحريرية بالأمس، اليوم يحملون هذا المشعل لمواصلة المسير إن شاء الله. يعني نتمنى التوفيق لكل نساء سلك الحماية المدنية وكل نساء الجزائريات في مختلف مهامهن. إذن السيد كريم بالفحصي مكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه التفاصيل. شكرا لك ومن خلالك إلى التلفزيون العمومي على الاستضافة. شكرا مشاهدينا. إذن نتوجه إلى غرفة الأخبار موجز 9 ونعود لتتمة بقية محطات هذا الصباح. موعد التاسعة الإخبارية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام.
بداية أشرف رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حداوي سارة أمس على اختتام أشغال دورة الجمعية العامة العادية الأولى لسنة 2024 بقصر نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، حيث تم عرض ومناقشة أول تقرير سنوي للمجلس والمصادقة عليه، والذي سيرفع قريبا إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما تمت المصادقة على البرنامج السنوي للمجلس لسنة 2024-2025، وهذا بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية المكلف بشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. اختتمنا هذه الدورة بالمصادقة على التقرير السنوي للعهدة الأولى لمكتب المجلس الأعلى للشباب، وكنت تكلمت في الندوة الصحفية لافتتاح الجمعية العامة عن التقرير الذي سيتم رفعه للسيد رئيس الجمهورية يوم 15 مارس بحول الله تعالى وقوته، والذي سيتناول مجموعة من القضايا التي رصدها المجلس الأعلى للشباب وتتعلق بقضايا الشباب المختلفة، تتعلق بالإشكاليات، بالإنشغالات، بالتطلعات الخاصة بشبابنا حسب الأولوية، والتي كانت محل الدراسات ومحل الآراء ومحل جلسات التفكير وورشات العمل الذي عقدها المجلس طيلة سنة كاملة. يواصل الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن جهوده للعمل على التموين المنتظم باللحوم البيضاء وضمان وفرتها في السوق الوطنية خلال الشهر الفضيل لتكون في متناول القدرة الشرائية للمواطنين. هذه الوحدة راهي جاهزة لنقل هذا المنتوج إلى المذابح التابعة لشركة الدواجن الشرقاء. منذ استلام السلع أي الدواجن الحية حتى دخلوا لمصلحة الذبح نتابعوا نسهروا على شروط الصحة والنظافة كذلك على ذاك المستوى، ومن بعد لابارتي تاع ميزو ساشي حتى مصلحة التبريد والتوزيع. المذبح تاعنا عنده كاباسيتي دباطاج تاع الذبح حتى وين تقدر تروح حتى 12000 دجاجة يوميا. عندنا ثانيت ان ستوك اللي راه ان شاء الله يكفينا فترة هذه وفترة في رمضان ان شاء الله يكون متوفر بكفاية حتى ما بعد رمضان، ومام في هذه الفترة يكون عندنا انتاج يومي. دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع من نيويورك أطراف النزاع في السودان إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالهدنة وضبط النفس من أجل تحقيق سلام دائم في السودان. وأعرب بن جامع في تدخل له خلال اجتماع عقد الخميس بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في السودان عن أسفه لعدم التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد بعد قرابة سنة في ظل تدهور الوضع الإنساني. In front of this deteriorating situation, we want to seize this occasion to make. أمام هذا الوضع المتدهور نود أن نغتنم فرصة هذا الاجتماع لتوجيه نداء عاجل لجميع الأطراف السودانية لإعلان وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف معاناة السودانيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. ندعو الأطراف السودانية إلى وضع خلافاتهم جانبا والنظر في فرصة شهر رمضان المبارك شهر السلام للشروع في طريق الاسترضاء وضبط النفس من أجل سلام دائم في السودان. نرحب في هذا الصدد بإنشاء لجنة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن السودان، لأننا نعتقد أنها ستجلب قيمة مضافة واضحة ودعما لعملية السلام. هذا ودعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، كما يدعو طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع. كما أفاد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بأنه تلقى رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفارق أول عبد الفتاح البرهان يؤكد فيها موافقته على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
في مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يدخل العدوان الصهيوني يومه 55 بمجازر جديدة في حق الأبرياء، حيث واصل قصفه المكثف من أو على مدن القطاع مستهدفا فجر اليوم برجا سكنيا في رفح. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، وشنت طائرته غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. فيما استشهدت أو شهدت كل من مدينة طول كرم وقلقية وقرى وبلدات بمحافظة جنين اقتحامات واعتقالات تسببت في وقوع مواجهات بين الجانبين. رياض، الآن تتواصل مباريات الدور 16 من منافسة كأس الجزائر، ويكون برنامج اليوم على الشكل التالي. وبإمكان الجمهور الكريم متابعة على المباشر لقاء فاكس تيف ضد شباب قسنطينة على القناتين 6 الشبابية والرابعة الأمازيغية ابتداء من الساعة 5:45. هذا وأقصي أمس حامل اللقب جمعية أولمبي شلف أمام اتحاد بسكرا بركلات ترجيح 5-4 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بتعادل هدفين لمثلهما. كما تأهل إلى الدور ذاته فريق مولودية وهران بعد تجاوزه لمضيفه أتلتيكي بارادو بنتيجة 2-1. اتحاد خنشلة بدوره اقتطع تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي بالفوز على غاليم عسكر 3-2. كما ضمن فريق ترجي مستغانم ونصر حسين داي من القسم الثاني عبورهما إلى الدور المقبل من منافسة السيد الكأس. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، موعد آخر على رأس الساعة مع الزميلة سويلة الحوسنية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذا ننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بدور الجمعيات في دعم مسار المرأة، ولتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة نجاة العبيدي وهي رئيسة نادي المرأة لتنمية الأسرة والثقافة. مرحبا بك سيدتي، صباحك طيب. صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين المتفرجين إن شاء الله. مرحبا، أسعد كذلك باستضافة السيدة بوجلال شهرة وهي كاتبة ومدربة في التنمية وتطوير الذات بنفس الجمعية. مرحبا بك سيدتي. شكرا سيدتي، نحن أسعد. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. مرحبا. سيدة العبيدي، ربما في البداية نتعرف على هذه الجمعية، على أي مستوى أنتم تنشطون وما هي مجالات نشاطكم على مستوى الولاية التي تنشطون بها؟ نحن على مستوى ولاية العاصمة، احنا نادي المرأة، وكنا احنا مدربين في التنمية البشرية ومتخرجين اصلا متقاعدة من التعليم، دربنا في التنمية البشرية، ورانا نقوم بجلسات مع الأمهات ناقشوا مشاكل تربية في المجتمع نتاعنا، ونحاولوا كيفاش نعطيو الحلول للأمهات، نعطيهم مفاتيح التربية الجيدة. وحنا من خلال التحدث مع هاد النساء اكتشفنا انهم عندهم ممارسة اخطاء في التربية. انا شخصيا اكتشفت عندهم 24 مدمر، الام تستعمل مع ولادها 24 مدمر وما هيش عارفه باللي راهي تدمر في ولادها. حتى تشوفي هنا في المجتمع الناس اللي كبروا يبداو يبانوا فيهم المشاكل، تلقاي هذا الانسان المدمر ديما هو مدمر وزيد يدمر المحيط اللي راهو فيه فعلا، وتلقاه يتسلق الى مناصب ما هيش تاعو بطرق غير شرعيه غير شريفه، ويزيد يحطم الناس اللي يلقاهم خير منه. اذا هنا راح تخرج عنده هذيك العقده، شخصيه غير متوازنه وعقده تاع منافسه، يولي ينافس اللي خير منه باش يريبهم ويبقى هو فاشل.
هذه راهي منتشره بزاف في المجتمع تاعنا، خاصه في الادارات في المناصب والحساسه. احنا شفنا باللي لازم الام من الاول تبدا التربيه، الام هي المدرسه. ايضا كاين عندنا كتب في التربيه. قبل ما نتكلموا ربما على هذه الكتب، اسال السيده بوجلال شهره وهي مدربه في التنميه وتطوير الذات. نعرف انه المراه هي الاساس، المراه هي من تصلح وهي من تفسد في الاسره، ويعني كل القيم هي التي تلقنها لابنائها، وحتى المرأة يعني في أكثر الأحيان هي من تصلح أخطاء الزوج. نعم. يعني في غالبية الأحيان. لذلك هو مهم جدا أن تكون للمرأة تلك الأسس والطرق والسبل الصحيحة في التربية. نعم سيدتي أحسنتي، فعلا المرأة هي أساس. أنا من وجهة نظري نشوف بلي المرأة هي أساس كل شيء، أساس تربية ابنها، أساس تعاملات زوجها. يعني هي كتكون الساكنة تاعو زوجها يبدع في العطاء، وأساس المجتمع. يعني وحنا رانا نخدموا نديروا ورشات باش نفهموا المرأة بأنها هي الحياة، يعني هي كي تصلح يصلح كل شيء. ونديروا ورشات، درنا مؤخرا في الجحيدية درنا حصة بعنوان مدمرات يعني اللي تدمر الطفل، والمرأة ما تاخدش بالها منها. أهمها العصبية. احنا عندنا دورات نخدموا على هاد العصبية، كيفاش المرأة تدير غضبها بدون ما تضر أولادها، يعني وما تقيسش تاني زوجها أو مجتمعها، يعني تخدم على ذاتها، تبنيها بأسس صحيحة. وعندنا طرق عديدة، وألفنا كتب يعني للمرأة منها على مستوى الجمعية. نعم. على مستوى النادي. نعم على مستوى النادي نشيطين أنا والمديرة تاعي ما شاء الله عليها، يعني نديو منها الخبرة تاعي. نعم. يعني وهي القدوة تاعنا، هي دارت لنا كتب تاع التربية، وحنا رانا على مسارها درنا دورات باش نرشدوا المرأة باش تمشي طريق حياتها يعني في أمان، وتدي زوجها وأولادها لبر الأمان وتكون السند لهم بإذن الله. كيف يعني تقومون على مستوى النادي سيدة العبيدي بمختلف هذه ربما الدروس وتقديم النصائح؟ هل ترون بأن هنالك بعض الأمهات اللواتي يتوجهن إليكن بطلب المساعدة، خاصة نعرف أن المرأة اليوم أصبحت لديها ضغوطات الحياة، ضغوطات العمل، أنه ربما تراكمات أيضا للكثير من الأشياء، هذا ما يجعلها ربما لا تحسن التصرف في بيتها مع أبنائها، وفي غالبية الأحيان أيضا حتى يعني مع زوجها. احنا نديروا أيضا استشارات، استشارات فردية. كاين نساء عندهم مشاكل خاصة ما حبوش كيكونوا في تجمع هكذا كبير، كل واحد يطرح المشكل تاعو والحل تاعو الناس كل تسمعها، لكن كاين اللي عندهم ظروف خاصة ولا مشاكل خاصة، هذوك نديروا لهم جلسات فردية، جلسات واستشارات، وكل وحدة وحدها بوقت معين رونديفو نديروا معها مواعيد. نعم. مواعيد مختصة نسجلوها ونجوزوها معها. تتعاملون مع أخصائيين نفسانيين سيدتي؟ لا احنا مدربات. مدربات وفقط. نعم. تدريب في هذا المجال، مجال التوجيع والاستماع، وهذا كل حاجه احنا رانا دايرينها مع بعض، ودايرين مؤلفات في الكتب تاعنا. وحنا ايضا مجموعه من الكاتبات، احنا رانا تقريبا 14 كاتبه ما شاء الله. وهذه المره درنا بمناسبه 8 مارس درنا الموضوع تاعنا هو الاديبات كل صبع بصنعه. جميل. وطلبنا منهم كل وحده تجيب لنا النشاط نتاعها واش راهي دير. راهم اليوم عندنا معرض، كل وحده تجيب. احنا اليوم رانا جبنا شويه، انا كمان نتابع يعني على طاوله الصباح عينه من الكتب التي احنا نكتبوا. نعم. تم كتابتها. جميل. ونديروا لابغودغي، الكروشي، الطريز، الخياطه، ما كانش حاجه اللي ما نحطوش فيها يدنا. اذا مش سافي با دير ملي حنايا كي نكتبوا ما نعرفوش نديروا حوايج واحد اخرين. حنايا نديروا كل حاجه، وكل وحده تجيب المواهب تاعها وتعرضهم على النهار تاع اليوم تاع النشاط تاع بمناسبه عيد المراه. المراه الجزائريه الله يبارك شاطره في كل حاجه، في الطبخ وفي العمل الفني والابداعي والرسم. عندنا الواح زيتيه الله يبارك، راهي دوك راهي في الجحيديه رانا دايرين معرض الالواح النساء الرسامات، نديروا النحت، نديروا الكروشي، البرودي، الخياطه. جبنا هنايا اليوم غير عينات كيما انا وحده درت هذو لي لازان اون كولور، يعني بالالوان. نعم. ابداع ابداع لي لازان، عفوهم
غير بالابيض، درت لهم بالالوان. بالالوان جميل فعلا انه المراه الجزائريه كل سبعه بصنعه. نعم حبينا هذا نوصلوا للنتيجه هذه. الصنايع نتاعنا ماشي غير الكتاب، زيدوا بينوا الصنايع تاعكم واحد اخرين باش نشجعوا ان شاء الله الاجيال هذه اللي راهي جايه ان شاء الله حتى هما يحطوا يدهم في المواهب تاعهم، لازم يبينوها يفتخروا بها. لازم الانسان ما يكونش عنده غير موهبه واحده ويركز عليها، هي متنفس يعني في النهايه. نعم. الانسان راحه راحه بالنسبه له. هذا يساعده ويساهمه انه يتخلص من التوتر اللي يعيشه يوميا. وربما اسال هنا السيده شهرة، كيفاش حتى انخرطتي في هذا النادي؟ انت كاتبه؟ انا كاتبه في الاصل. نعم. في الاصل مدربه، كنت ننشط على يعني مستوى فردي، يعني ندير دوراتي ندير اونلاين، خصوصا في كورونا كنا نستعملوا بزاف الدورات اونلاين. بعدها يعني تعرفت على الاستاذه، عرضت عليا الفكره، انضميت للنادي. عجبتني الفكره ان نوسعوا النشاط ونقدموا مساعدات اكبر، لان نديروا دورات مجانيه ورشات مجانيه، يعني يكون في امكان اي انسان يتواصل معنا ونساعده باذن الله. وعجبتني فكره النادي انها شامله. نعم. ماشي مقتصره يعني فقط على الدورات او التدريبيه فقط. نعم. فيها كل النشاطات، الرسم، الفن التشكيلي، الطبخ بكل انواعه، يعني نحاولوا نساعدوا البنت انها تكون كما قلتي كل صباح بصنعه. يعني نعطيوها ثاني ورشات في تحضير الاكلات التقليديه، مثلا انا قسنطينيه، نعطيهم خبره من الاكلات تاعنا تاع قسنطينه، نعرفهم بالاكلات التقليديه تاع بلادنا. جميل. يعني لقيت باللي النادي هذا يفيدني انا على المستوى الشخصي اني نقدم المساعدات ويفيد من حولي. اكيد. سيده العبيدي نتكلموا، انت ذكرتي نقطه مهمه جدا انه ربما اليوم الاسرى الجزائريه لا تحسن التصرف وهذه التراكمات تحدث العديد من المشاكل مستقبلا. ما هي ابرز النصائح التي يجب ان نقدمها اليوم للمراه؟ وربما حتى هذا السؤال موجه للسيده شهره حتى يكون هنالك تكامل في الاجوبه. ما هي ابرز الخصوصيات أو ربما التوجيهات التي يجب أن تعتمدها المرأة في تعاملها مع أبنائها وفي تعاملها في بيتها يعني عموما؟ شوفي أنا في التعليم كنت مع الأطفال وخدمت معاهم بزاف وشفت المشاكل نتاعهم. حتى أول كتاب اللي درتوه هاوليك كيف تحضر الأم طفلها للدخول المدرسي. هنا عطيت لها معلومات كيف تحضر طفلها. الطفل لما يجي للمدرسة يجي ماهوش عارف حتى يقعد فوق الكرسي، كثير الحركة، ما يعرفش يشد القلم، حوايج تافهين ممكن من الأم أنها تلغيهم، تحضر ابنها كيف تنحيهم، تسهل الطريق على ولدها حتى ما يتعوقش في المدرسة. إذا الطفل لما يدخل للمدرسة تما حيكون عنده الاحتكاك الاجتماعي الأول، يبانوا تما الأخطاء نتاع المنزل. في المنزل كاين أشياء لازم احنا نحذفوهم قبل ما الطفل يدخل الى المدرسة. نعم. هنا يكون هنا مجهز الى استقبال المعلومة فقط، هنا يكون جاهز. احنا هذه درت فيها كتاب وزدت موراها ثاني كتاب فن تربية الطفل ايضا. ماذا بينا ان شاء الله الامهات يقراوا، احنا عندنا المشكل. كي شفت انايا حنايا ما يقراوش بزاف وكما قالت الاخت مع كورونا، وليت درت انايا قناه في اليوتيوب. نعم. درت 42 درس مجاني كيف تربي طفلك، المشاكل التربويه، اعطيت لهم العنوان وقلت لهم ادخلوا لله في سبيل الله. هذه راهي حسنه جاريه على كامل الناس اللي عندهم مشاكل، خطا حنايا باش نجيبوهم وديري لهم محاضره شويه. يعني هي طريقه اسهل، ونعرفوا انه اليوم العديد من الامهات يستعملوا مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يساعدهم ويساهم انهم يطلعوا على بعض الحلول. ما هي ابرز الاخطاء سيده شهره التي يجب ان تتجنبها الام اليوم مع ابنائها؟ نعم، انا شخصيا قاعده نعمل على كيفاش نحضروا المراه انها تكون ام ناجحه، زوجه ناجحه، وثاني فرد في المجتمع ناجح. يعني نخدموا عليها. اول نصيحه نعطيها لها تبدا تخدم على روحها، انها تخمم في نفسها وتنمي ذاتها وتخمم في سعادتها، لانها كما تكونش هي سعيده عمرها ما تنجح في انها تمدها لاولادها ولا لزوجها ولا لمحيطها. في هذا السياق درت كتاب هذا بعنوان يعني للمراه، هو كتاب جماعي شاركنا فيه انا وبعض الكاتبات. كتبت لها كوني مبهجه. وش معناها انك تكوني مبهجه؟ انك تخدمي على ذاتك به اي انسان يقابلك تكوني انت مصدر السعاده تاعو. ماشي شرط تعملي ابتسامه فقط تكوني مصدر السعاده. كيفاش توصلي لهالدرجه؟ لازم تخدمي على نفسك، وكيفاش تتحكمي في العصبيه تاعك؟ على بالنا كاين ضغوطات بزاف في الحياه، اذا انت تبداي تخدمي من هذه النقطه قبل ما توصلي لهذه الضغوطات. خدمي على نفسك اولا
وفري لنفسك الراحه الراحه، ما تكومبليكيش روحك بزاف باشغال في نفس الوقت، نظمي وقتك، كل حاجه في بلاصتها، يعني اعطي لنفسك الاولويه في حياتك باه تقدري تمدي كل شيء اللي من حولك. فعلا نعم، هذه ربما ابرز النصائح التي يجب ان تستفيد منها المراه اليوم، انها تريح نفسها وذاتها هي اولا، حتى يمكن ان يكون هنالك عطاء بالنسبه يعني لاسرتها لمحيطها في عملها ايضا، في عملها ايضا تبدع وتكون عطاءات اخرى. سيده العبيدي، انتم من خلال هذه الدورات التي تقومون بها وربما بعض اللقاءات، وقلت انه حتى الكتب بالرغم من انه اليوم الجزائري عموما لم يعد يعني يقرا الكتاب كثيرا، وهذا يعني للأسف بسبب وجود التكنولوجيات الحديثة إلى ما غير ذلك، لكن هنالك وسائل أخرى يمكن أن تعممون من خلالها الفائدة من هذه التجارب وهذه الحصص التدريبية. هل ترون أن هنالك توافد للناس للاستفادة من هذه الدورات التدريبية، وإلى أي مدى هي تساهم وتساعد من خلال تجاربكم اليومية في أنهم يتخطوا بعض الصعوبات في حياتهم اليومية؟ طبعا احنا كمجتمع، احنا عايشين في المجتمع تاعنا، رانا نحسوا ونشوفوا المشاكل اللي راهي قاويه في المجتمع تاعنا. هي انا حسيت كاين مشكل تاع الطلاق، عندنا البنات غير اليوم يتزوجوا غدوا يطلقوا، ما يشدوش بزاف المنزل تاعهم. من خلال انا درت هذا الكتاب هذايا مع دابينا كيف تختارين شريك العمر، هذه مشكل الاولاني البنات تاعنا يروحوا يوجهوا. يمكن انك تمسكي الكتاب جيدا حتى يروحوا يجهزوا عندهم هذا هو الزواج، نروح نشري الجبايب روابي والتصديرة، لكن الصح هي معرفة أولا الإنسان الفتاة تعرف روحها، وحتى الشاب هدرت بالزوجة للطرفين الطرفين نعم يعرفوا الشخصية تاعهم، يتلاقوا مع هذاك الفرد يعرفوا الميولات نتاع بعضهم البعض، كاين أسئلة يطرحوها لبعضهم باش هما من ذاك بعدها باش ياخذوا قرار الزواج ولا لا. هي مرحلة تاع خطوبة، هذيك الخطوبة أنا طرحت فيها هنايا كاين أسئلة ممكن الفتاة لما تتلاقى مع خطيبها يطرحوا بعضهم هذه الأسئلة ويشوفوا هل ممكن المستقبل راح يكون مليح معاهم ولا منسجم ولا يحبسوا من تم. إذا هي مرحلة خطيرة ومهمة جدا، بس حنايا نتعداوها، البنات نتاعنا راهم يجوزوا عليها يروحوا قبالة مباشرة خطبني روحوا نزوجوا، هم بعد كي يتلاقوا يبداوا المشاكل ومباشرة يبدا الطلاق مباشرة، التعلق راهو يعني أصبح سهل، يعني أمر سهل جدا. ربما أيضا لغياب المسؤولية، ربما هذا نعم. تشاركني فيه الرأي يا سيدة شهرة، أنه اليوم الإحساس ب قدر وقيمة المسؤولية لدى الطرفين يعني غاب كثيرا في المجتمع الجزائري، وهذا هو ربما السبب الأول. نعم، هذا السبب الأول، لأنه غياب الإحساس بالمسؤولية هذا مدمر لأي علاقة. احنا نشوفوا باللي يعني مع كل احتراماتي للأمهات باللي كأنه دللوا اولادهم في كما نقولوا حنايا في الشوهم، طلعت هذاك الشاب وهذيك الشابه كانهم ما عندهمش نوع من المسؤوليه. هنا لازم نخدموا على هذه الحاجه، نديروا دورات تكوينيه للشاب والشابه باش يوعى ويفهموا واش معناها زواج. الزواج ماشي ليله عرس فرح وخلاص، الزواج تترد وراه كاينه راح تجيبي روح تكوني مسؤوله عليها، كاين منزل تكوني مسؤوله عليه، هذو كامل لازم تتعلمهم يعني تدي خبره فيهم، من بعد تنطلق في الحياه بصفه سليمه يعني وبصفه عندها قاعده، يعني تقدر تخوض حياتها الزوجيه بكل ثقه وكل كمال. عندها معطيات يعني نعم اخذتها من الاسره من العائله من الام اساسا. نعم الام هي لازم تكون نعم بانه الام هي الاساس. سمحي لي استاذه، كاينه نقطه بزاف مهمه لازم نقولوها للامهات، كاينه حاجه يسموها التربيه الصامته، يعني هي تكون القدوه لبنتها بدون ما تتكلم مثلا، هي تنظم روحها، الطفله تكون هكاك يعني تلقائيا اوتوماتيكيا تتابع امها نعم. يعني هنا الدور القدوة. ايضا على الام نعم. لازمها تكون قدوه حسنه. سيدة العبيدي، يعني عندكم نشاطات كثيرة كما ذكرتي، أنه لا تقتصرون فقط على الدورات التدريبية لمختلف المشاكل المجتمعية التي يعيشها اليوم المجتمع، ويتوجه لكم نساء أكثر، هل هنالك رجال يتوجهون إلى النادي لربما أخذ بعض الخبرة؟ يحضروا معنا ويناقشوا مواضيع ويعجبهم الحال وما دابيهم حتى هما ثانيك الامور تتغير وتتطور. وحنا في صدد تطوير المجتمع رانا كل مره ندرسوا قضيه من القضايا الحساسه للمجتمع.
ومن بعد كاين الناس اللي قالوا لنا انتم راكم كي شغل حنا رانا بعاد على الحياه السياسيه تاع البلاد الكل رانا فيها. حنا نحسوا مثلا بفلسطين كما اليوم عندنا العشيه عندنا مداخله مع اخت ممثله للجاليه الفلسطينيه راح نديروا معها حوار ونديروا مقارنه بين المراه الجزائريه المكافحه ايام الثوره فعلا. والمراه الفلسطينيه الغزاويه اللي راهي تكافح. عندنا مقارنه تشابه كبير في الصبر وفي المواجهه. احنا رانا العشيه راح نزيدوا نناقشوا هذا الموضوع. انا درت انا كتاب على حتى على الجزائر ان الصهيونيه خدمت الشر في الجزائر ودارت فينا مشاكل. لها الكتاب تاعي الحرب الصهيونيه السريه ضد الجزائر كانوا يخدموا لتحت لتحت خربوا لنا البلاد داروا فينا ما دار. اذا حنايا وقت الاستعمار دارت فرنسا فينا زدنا وقت الاستقلال زادوا داروا فينا اليهود ودوكا رانا نشوفوا. يعني هي مناسبه انه نحيي كفاح ونضال الشعب الفلسطيني اليوم ضد الغزو الصهيوني الذي يتعرض له. يعني نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المهام اللي تقوموا بها واكيد انها يعني مهمه صعبه خاصه ربما مع غياب بعض القيم التي كانت موجوده في المجتمع الجزائري من قبل واليوم غابت. بالنسبه لكم ما هي ابرز القيم التي فقدها المجتمع ويجب أن يسترجعها اليوم حتى يتقوى أكثر للتحديات الرهانات الموجودة على يعني كل المستويات؟ أنا كاينة واحد القيمة راني نشوف فيها تبحرت وبدات تندثر وهي التسامح. عاد الناس واحد قيسي هكذا وعلاش وكيفاش لازم نتعلموا نتسامحوا بينات بعضنا أننا نتقبلوا بعضنا البعض باش نقدروا نتعايشوا ان شاء الله. ان شاء الله يعني نتمنى انه يسود التسامح والعيش العيش المحبه يعني بين كل افراد المجتمع الجزائري والاخوه كذلك. ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل هو شهر للعبادات والطاعات. نتمنى انها تكون فرصه حتى كل شخص منا انه يصحح اخطائه. السيده نجاه العبيدي رئيسه نادي المراه لتنميه الاسره والثقافه شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه التفاصيل. والشكر موصول ايضا للسيده بوجلال شهرا وهي كاتبه ومدربه في التنميه تطوير الذات بنفس الجمعية. شكرا جزيلا لكم ورمضان كريم. شكرا نعطيك صحة. أنا كلمة فقط تفضلي. دعوة عامة للنساء اللي حبوا يحضروا معنا اليوم. أنا نقول لهم احنا في الجحيضية جاية في ميسوني قدام القنصلية تاع اسبانيا اللي ما يعرفهاش مرحبا بهم ويشوفوا الإبداع تاع الكاتبات إن شاء الله. شكرا جزيلا وكل التوفيق لكم. شكرا أستاذة. مشاهدينا إذا نتابع هذا الروبورتاج حول الفروسية وتربية الخيول تراث عريق بولاية سعيدة والموضوع أعدته لنا الزميلة سارة صاري محمد. نتابع الموضوع ونعود لتتمة محطة أخرى من محطات هذا الصباح. بمنطقة عين مانعة التابعة لولاية سعيدة تقع مزرعة عمار هواري أين يتفانى أصحابها في بذل قصارى جهدهم بهدف تطوير سائر سلالات الخيول وحفظها من الانقراض إذ تحتوي على الجياد العربية الأصيلة والبربرية وسلالات أخرى هي من كل الأعمار. السلالات ما زالوا كاينين رانا محافظين عليهم هنا في ولاية سعيدة نحافظوا عليهم باسكو تعرف علاش كاين لها كيما هذا المربي اللي رانا عنده عياده لي زيتالون تاعه هو اون بيرسون وعنده اولادهم كيما هذو العودات اللي راهم قدامكم دروك هذو سي دي نيسونس تاع السنه وعنده لي نيسونس تاع عام الاول راهم لداخل دوك تشوفوهم نتاع 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 العام اللي فات تاع طريز فاني راهم لداخل عنده علاش رانا نحافظوا عليهم بصح كاين اللي بدا يحط في يديه احنا رانا نحوسوا ما يحب رانا باين هذا الميساج رانا نفوتوا فيه للفلاحه تاعنا باش ما يحطوش يديهم بالاشبال نتاعنا والاولاد نتاعنا رانا محافظين عليها ولكن محافظين عليها دائما في التقليدي كي نقول في التقليدي مازال ما لقيناش اذان صاغيه اللي تسمع لينا احنا كمربيين ونمارسوا هذا التراث اللي هو يعبر عن الهويه الوطنية ويعبر عن تاريخنا احنا كجزائريين وسبق لينا وين الاستعمار الفرنسي حاربناه بهذا الأحصنة بهذا البارب والبارباراب الآباء نتاع مطاطوه والبندقية في يدهم مهور كيما نقولها لو كان ما يكونش لابريزونش تاعه لابريزونشارج تاعه ماهيش غير كيما نقولوا ماكلة وزرع وكذا راه زرع راه نقاوة راه دوية راه طبيب راه علم كبير كبير كبير
تعتبر ولاية صعيدة مهد الفروسية، فقد جعلتها خصوبة أراضيها موقعاً ممتازاً لتربية الخيول يعود إلى ما توفره من بيئة إيكولوجية ممتازة. هذا أهل جيادها من حصد العديد من الجوائز المحلية والدولية. عندي مشاركة في 2019 خارج الوطن اللي رفعت الراية الجزائرية بالحصان البربري، شاركوا فيها زعما عدة بلدان، منها فرنسا، منها ألمانيا، منها تونس، منها ترك. الحمد لله كلاصينا 750 عود، العودة الحصان تاعي رزق كلاصة مرتبة ثانية. هذا النشاط من الأب للجد، نبغوا هذه الخيول. هنا ماذا بي خصصنا طرف قطعه من الارض باش نديروا فيها لا ستاسيون مونت ونديروا بها الفروسيه تاعنا، وين اولادنا يتعلموا، باسكو سعيده معروفه بالخير والكثافه والكثره الخيول في سعيده. للخيل ارتباط كبير بينها وبين البشر، عرف منذ القدم واصبحت موروثا ثقافيا محضا يعبر على عراقه واصاله المنطقه وتمسك اجيالها بتربيتها والحفاظ عليها. أهلا بكم مشاهدينا. إذن وصلنا إلى ركن ضيف الصباح الذي سنقف فيه عند البرنامج المسطر من طرف الهلال الأحمر الجزائري خلال شهر رمضان الفضيل. وللتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافتي السيد كمال زكارة الأمين العام للهلال الأحمر الجزائري. مرحبا بك سيدي، صباحك طيب. شكرا عليكم، شكرا لضيافتكم. مرحبا مرحبا. نعرف أنه الهلال الأحمر الجزائري هذه الهيئة الإنسانية في كل سنة تضع مخطط خاص بشهر رمضان الفضيل بالإضافة إلى يعني نشاطها المعتاد طيلة السنة، لكن في شهر رمضان هنالك برنامج خاص. اليوم نحاول التعرف على هذا البرنامج، ما هو جديد وهو بعض التفاصيل. ربما في البداية نتكلم على أهمية العمل الذي يقوم به الهلال الأحمر الجزائري وهذه المساعدات، إلى أي مدى تساهم وتساعد في أنها تحافظ على توازن المجتمع؟ يا بسم الله. أولا نهنئ اليوم تاع 8 مارس تاع النساء الجزائريات والأجمعين، النساء أجمعين. احنا في الهلال الأحمر الجزائري عندنا قواعد، عندنا خمسة تسمى الأساسيات تاعنا، عندنا خمس قواعد. اليوم راح نتكلموا على هما اللي خمس قواعد. القاعدة الأولى هي الإنسانية، وعندنا القاعدة تاع العمل التطوعي. نعم، تعتمدون على العمل التطوعي. هذو زوج نقاط راح نتكلموا عليهم اليوم، وبعد كاين ثلاثة نقاط حاجة واحدة أخرى. حنايا في الهلال الأحمر الجزائري قمنا بحملة تضامنية تاع شهر رمضان الفضيل. نعم. الهلال الأحمر، ومع كشفنا بلي كامل الناس كان عدة جمعيات، يعني كان الناس بزاف راح تتطوع. دونك جات الفكره لعند الرئيسه ودارت كتله، صديق سماوها اون جينيرال، هي عطاو لها اسم رمضان يجمعونا. رمضان يجمعونا. نعم، تكلمنا دوك وتلاقينا مع المجلس الشعبي الوطني، تسمى هو كمثال لازم يديروه كامل. تلاقينا مع المجلس الشعبي الوطني الولائي لابيسي البلدي. نعم، البلدي. نعم، وتكلمنا معاه سطرتوا هذا البرنامج. سطرنا هذا البرنامج وكيش يقولوا لي زو انفيتي، صدر كامل تم استدعاء كل الجمعيات، كامل الجمعيات القانونيه اللي تدي في التضامن كامل، وداروا عمل مشترك. نعم، عمل مشترك وسماوه رمضان يجمعونا. وهذه الحاجه خاصه باسكو رمضان تاعهم كامل، تاعنا كامل، مش تاع واحد ولا. اكيد اكيد. وكل ما يعني كان هنالك تنسيق في العمل بين الهلال الاحمر الجزائري ومختلف الجمعيات الناشطه في المجال الخيري، يكون يعني هنالك نجاح اكثر في ادائكم، وانه كل المحتاجين يستفيدون من هذه الاعانات. ربما في البدايه نتكلموا على اعداد مخطط خاص أعده الهلال الأحمر الجزائري لتوزيع المساعدات الإنسانية للمعوزين. هنا تدخل ربما في إطار قفة رمضان، وحتى بالنسبة لمنحة رمضان. شوف، هي كتبت تكلموا، احنا رمضان احنا مدينا فيه، درنا فيه، هو جدول، هو جدول كبير، ومش جدول زعما تاع حاجة على المستوى الوطني. على المستوى الوطني. نعم. هي كي تقول
كي تقول احنا هذا عمل تاعنا خيري على العام طيله السنه وحنا في هذا رمضان هذا سبيسيال احنا قسمناه على اربع نقاط محاور. نعم، اربع محاور. كاين القفه والمطاعم. نعم، ومن بعد كاين موراها يجي كسوه العيد. نعم، وبعد موراها يجي الختان الجماعي. نعم، والهدايا. نعم، صدر احنا درنا هذا البرنامج الشامل، برنامج السطراتور الرئيسه. صدر احنا نتكلموا نقطة بنقطة. نعم، وراح نتكلموا عليها. نعم، ربما نتحدثوا في البداية على قفة رمضان، لأنه يتم توزيعها أيام قبل شهر رمضان وحتى طيلة شهر رمضان. فوالا، هي القفة احنا رانا واصلين دوكا في مجموع القفف، رانا واصلين حتى 150,000، صار 147,690 قفة اللي مديناها دركا راحت مطور، تسمى رايحين وجدناها وزعناها مع التنسيق مع الولايات، مع الوالي ومع اللجنه تاعنا الولائيه. دونك راحوا باش يقسموا في البلديات باش يكون كما حنا توازن بين البلديات. نعم، فوالا. دونك هما اللي عندهم لي ستاتستيك ريال تاع الناس فقراء، احصائيات. احصائيات، دونك حنا هذوما كلفنا يعني تعتمدون على احصاء البلديات. بلديات سيد زكارة. الوالي. نعم، الوالي نعطوها الوالي، نفتحوا مفتاح قدام الوالي والوالي يعطينا احصائيات. نعم، واللجان تاعنا تعمل معاها. نعم، ماشي احنا اللي ندير، لا. نعم، مع لجان الاحياء لكل بلديه. نعم، هذه وين عندنا في مجموع الوجبات اللي حين نمدوها ان شاء الله، موائد الافطار. نعم، تما رانا حتى درك في الاحصائيات الحاليه، في الاحصائيات. نعم، الحاليه رانا واصلين 2,981,000 وجبه. خلاص واجدين، وجدنا على بالنا وين يروحوا. دونك هي كل يوم راح تزيد في الاحصائيات. احنا ان شاء الله نوصل 3 ملايين وجبه في رمضان، طيله شهر رمضان. طيله شهر رمضان، هذا فيما يتعلق بموائد الافطار. هذا موائد الافطار الوجبه. وعندنا مجموع المطاعم حتى دركا اللي عطينا لهم تم تهيئتها كامل. نعم، 271 مطعم. على المستوى الوطني. على المستوى الوطني. نعم، بدون ما نتكلم على ربما بعض المطاعم الأخرى التي تكون من خلال الجمعيات الناشطة في المجال الخيري على مستوى كل بلدية وكل ولاية. كل بلدية، بصح حنا تابعنا صدي سبيسيال، تابعين للهلال الأحمر الجزائري. نعم، ربما نتكلم على نقطة أخرى سيد زكارة، وجديد هذه السنة هي الاتفاقية التي كانت بين الهلال الأحمر الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين، والذي سيسمح بإشراك فئة التجار في مسألة تمويل مطاعم الإفطار الجماعية. كلمنا على هذا الاتفاقية واللي هي تعتبر جديد هذه السنة. هي دي فكرة جيدة. هالاتفاقية راح تمد الطريق، باسكو احنا في الهلال الأحمر في البروغرام صديق في برنامج في لابوليتيك تاع الهلال الأحمر من الفوق يولي عندنا اون دوفيان بارتنير، شغل شركاء. نحوسوا على شركاء، ماشي اليوم يمد لي غدوه ما يمدليش. حنا تفاهمنا مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تفاهمنا معاهم في الموضوع الاتفاقيه. يعني هي احنا كامل واش نمدوه يكون منتوج جزائري. نعم، استدار حنا كي شغل نديرو لا بروموسيون في البرودوي، ترقيه للمنتوج الوطني. نعم، فوالا، هما يعاونونا في رمضان ولا يعاونونا حنايا نشرو عليهم سي نورمال، ونديرو باش نمدو المنتوج الجزائري. استدار انديريكتومون رانا نديرو في لا بروموسيون، هما مشاو معنا في هاد الشيء. وكم احنا الجزائريين حنان في رمضان، دونك لتموين مختلف المطاعم. هذوك مختلف المطاعم. نعم، ربما نتكلموا على نقطة أخرى سيد زكارة، هو عملية حشد الإعانات والمساعدات على مستوى الهلال الأحمر الجزائري، كيف تتم لتوزيعها خلال وطيلة الشهر وحتى يعني باقي أيام السنة؟ هي حنايا هي درنا في البروغرام تاعنا جديد، صدق انا ركزنا في البليده، صدق دوك عاد المركز استراتيجي جمع المساعدات في ولايه البليده. ولايه البليده. نعم، زون اندستريال تاع البليده. صدق تم هذه سي لا بوليتيك تاع الرئيسه تاع قالت لك ما نجيبوش من كل جهه، صدق اون سنتراليزي نحطوا في كل المساعدات وسطتها وحطتها في البليده. دوك في البليده الله يبارك يقدروا يدخلوا 10 كاميون سيمي غومون كيدوروا، كل واحد واش يحط، واحد يحط الغذاء في بلاصتو،
غطاء الافريسه في مكان الحاجه اللي تتكل رابيد المواد كما احنا ما تنساوش توجور سريعه التلف ايضا نعم وحنا ما تنساوش عندنا ثاني حاجه تاع التبريد نحطوها في التبريد عندنا شومبر لي شومب فواد كبار عندنا ثاني درنا ثاني في الكوتي تاع لي تاع الدواء ميديكا حاجات مستعجله ادويه نعم حطينا دو كوتي صدير بس احنا نخدموا على طول العام فعلا. طول العام صدير احنا كي نتكلموا على مناطق الظل احنا شغل اوتوماتيكمون نديروا بروغرام توت سويت صدير واش كاين رابيد صدير نرفدوا مع اون في لي وانت تكلمت على مناطق الظل السيدة زكارة تم إطلاق أيضا منذ أسابيع من طرف الهلال الأحمر الجزائري أسابيع القوافل التضامنية الخاصة بشهر رمضان إلى المناطق الداخلية والحدودية إلى أين وصلت هذه العملية؟ شوف الحدودية حاجة خاصة احنا تما هذه من كما احنا نقولوا الحاجات اللي عندنا احنا فيهم من التميز بين البانو حنايا الوصول الى ابعد نقطة في الجزائر كامل في المناطق الحدودية نخدموا ديريكتومون مع الجيش الشعبي الوطني نوصلوا مع الوالي والسلطات المحلية بعد هما يروحوا مع الجيش حتى امام تسمى كما يقولوا لاليمونطاسيون حتى الغذاء ندوه في الطائرات الطائرات العسكريه والجيش الوطني الشعبي هو يعني شريك دائم لمثل هكذا عمليات انسانيه نعم غير نهضروا على حدود ولا عارف بلي نخدموا مع ديجا البارح والبارح ويكاند كومبليت ما في خدمنا معاهم غير مناطق مازالت متواصله العمليه متواصلة يعني وتبقى طيله شهر رمضان سيد زكارة تقعد نعم تقعد يتم ايصال مختلف المواد الاغطيه الالبسه الاكل كما نفس كما تاع الولات وصلناهم تسمى تاع الولايات خاصة الجنوبية الشمالية نعم والاخرين راهم اوكور من الحدودية المناطق الداخلية والحدودية نقعدوا نخدموا فيها كيما تكلمتي لي على الحدود حنايا شفنا مع الشريك تاعنا سونار غاز ان شاء الله يتقبل تفاهمنا معاه في حدود الجزائر تونس نكون في الحدود في الام طبول حدود الجزائريه التونسيه عندنا تما عندهم هما مطعم تاعهم سبيسيال تاع سونار غاز حبينا احنا نديروا تما ونحطوها منطقه لنا ياكلوا فيها كي يكون عابر في الحدود عابر سبيل في الحدود يمكن ان يفطر في هذه المنطقه ونفهموا له الهلال ونفهموا له السكوريزم ونعطوا له اشياء جميل يعني تقدمون بعض النصائح في خلال مرحله الافطار كلمنا على هذه التجربه اللي هي تعتبر مميزه في الاكل ديجا في الاكل برك برك احنا عندنا الصحه هي حاجه امبورتونت الصحه فوالا نديروا الامن الصحي في هو من الاشياء الاساسيه والضروريه للهلال الاحمر الجزائري نعم فوالا احنا نوفروا الصحه ونوفروا الامان ايضا الاعانه باش واحد يكون مليح واش نكونوا حياديين ما عندنا اكيد نعم يكون واحد يدخل من الحدود ولا ناكلوا ونشربوا كيما هي هيئه انسانيه بالدرجه الاولى نعم نتكلموا ايضا سيد زكارة على الحمله التضامنيه الهامه التي تم اطلاقها ايضا لفائده البدو والرحل هم أيضا استفادوا من الخدمات الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الجزائري على مستوى جنوبنا الكبير والشاسع بدأت العملية إلى أين وصلت؟ هي احنا نوصلوا عند الولاية الأمر الولائي وعندنا نائب رئيس الهلال جمعية الهلال الأحمر الجزائري وكلفته الرئيسة باش يتكلف بهذه الأمور بالبدو والرحل من الأضرار ديجا بدا يتعامل معاهم بدا يخدم معاهم احنا هذه الاشياء ان كاين نعنوها وكاين ما نقدر نعنها باسكو باش نوصل لهم الاشياء حاجات خاصه بالجنوب اكيد نعم وهي الخصوصيه للبدو الرحل انهم يتنقلوا دائما ويعني من حرص الدوله الجزائريه احنا عندنا يعني على المستوى هذا على المستوى الاجتماعي انها تصل حتى للبدو والرحل وتعطيهم مختلف المساعدات عن طريق الهلال الاحمر الجزائري حنايا باش
حنا رانا في تطور في الهلال دوكا، رانا تطور ملحوظ. ما دوك حنا باش نروحوا للجنوب راه عندنا دراسات على بان وراهم وراهم عندنا وراهم التموقع، عندنا كل الاشياء هذه يا صدر. ما يتم استعمال حتى التقنيات الحديثه في مختلف ايصال واعطاء المساعدات للبدو والرحل. نتكلموا ايضا سيدي على مساله التنسيق بينكم وبين مختلف الشركاء. انت تكلمت على شركه صون الغاز، تكلمت على الجيش الوطني الشعبي الذي هو شريك اساسي ورئيسي ايضا في عمليه توزيع المساعدات سواء داخل او خارج الوطن. الجزائر هي معروفة بهذا الجانب الإنساني أيضا، كيف تنسقون العمل بينكم وبين مختلف الشركاء؟ شوف احنا يا عندنا في عندنا اسمها كيف احنا نقول ان بوليتيك، عندنا في سياسة الهلال الأحمر الجزائري نحوسوا على شركاء بيرمانون افي دائمين. ما نحب نخدم مع واحد يعطيني حاجة ومعاد نقعد نعاود نولي ليه، لا اسمع لي يكون شريك. أنا ندير معاه ان بروغرام ندير له التكوين في السكوريزم، ندير له التكوين في عده اشياء. ومن بعد هو يتكلف ويخدم معايا كما انا تكلمت عليها. عندنا شركاء كامل. الكشافه الاسلاميه الجزائريه ايضا تعملون معها؟ الكشافه الاسلاميه رانا درنا معاهم معاهده يعني ما شاء الله سمع اليوم اللي فاتت اتفاقيا درنا اتفاقيه ورانا نخدموا بانسجام قوي بارابور باش كنا نديروا. احنا عندنا شركاء بليزيوغ صديق ما نقدرش نسيتي الاسماء ولا مي عندنا قريب 10 ولا شركاء دائمين ان شاء الله راهم معنا، هما اللي وصلوا لنا. كاين اللي يروح ويشري لك بصح يشري لك من عند شركه وطنيه تسمى جروب كيما جروب ديفنديس ولا جروب اغروديف تاع الدوله. نعم تدروا هما نبعثوا مؤسسات وطنيه نشروا ونوروا لي فاكتور ومن بعد هما يخلصوا الناس. هذا جانب ايضا ترويجي كما ذكرت سيد زكريا المنتوج الوطني مهم جدا. فوالا احنا نسيو احنا هذه الخدمه تاع رمضان هي خدمه الكامل طيله السنه. طيله السنه احنا عندنا خدمه بصح تاع رمضان ما لازم نكونوا مع الشركاء يكونوا معنا تاع الجمعيات الخيريه وكامل الجمعيات اللي تابعين المجتمع المدني. ما هي يعني ما هو العمل البارز بينكم وبين الجمعيات الخيريه؟ كيفاش تنسقوا العمل بين هلال الاحمر الجزائري والجمعيات الخيريه حتى تكون هنالك تنظيم في العمل من خلال المطاعم الافطار بالنسبه لايصال المساعدات للمحتاجين، بالنسبه للتواصل مع المحسنين الراغبين بالتبرع وعمليات التبرع بمختلف المواد، كيفاش يكون العمل؟ هي حاجه يعني هذه امر داخلي داخل في الاتفاقيات، ولكن احنا انا نمولوا في جمعيات خيريه معنا يقول لك انا عندي مطعم بصح خصني هادي وخصني هادي تساعدوا الجمعيات الخيريه. حنا يجي يرفد من عندنا كيف كيما هو كيما يرفد ويخدم. احنا المهم انه الفائده تاعهم مهم تعاون الشعب الجزائري. فوالا احنا ما نشوفوش حاجه واحده اخرى مام حتى تكون شركه وطنيه باش توكل ولا باش توكل العمال تاعها في رمضان نقول لهم شحال عندكم عمال يجوا ياكلوا هنا. صدر ما عندناش مشكل في جميل ما عندناش احنا ليسونسيال انه الفائده تعم وانه هذه المساعدات تصل. انت كنت ذكرت لي ايضا انكم تقوموا بعمليات ختان جماعي على مستوى شهر رمضان. تكلمنا حدثنا على هذه النقطه كيفاش تتم، هل عبر كل ولايات الوطن وكيفاش يتم التنسيق والعمل في هذا المجال؟ حنايا في عندنا الختان الجماعي وكسوه العيد هذوما كاينين متطوعين، كاين متطوعين هي كاين شركات يعني خاصه كاين اللي تقول لك تتواصلون معها كاين يقول لك اعطيني اسمي وكان ما يحبش من الاسم ما يحبش صدر يقعد انونيم. وعندنا ثاني باش يكون المشاهد يكون يسمع على دراية. نعم على دراية. احنا دوكا الدراريا وين الاطفال المسعوفه راهي دوكا تابعه 100% للهلال الاحمر الجزائري. ثاني عندنا يتم التكفل بهم من خلال الهلال الاحمر الجزائري. نعم دوكا قانونيين راهم تابعين لنا. دوك احنا عندنا نوفو بروغرام راح تسمعوا به راح يمد حاجه جيده في ان شاء الله في ان شاء الله خاطر في هذاك الموضوع كان اللي
هذوك يحبوا بزاف اللي يروحوا التطوع تاع المسعوفين تاع الاطفال المسعوفين يروحوا يجوا الناس يقعدوا انونيم هذوك. جميل. يعني الكثير من المحسنين لا يصرحون باسمائهم ويفضلون يعني البقاء في الخفاء. يعني ان شاء الله يكتبوا اسماواتهم. نعم. يفون لي فيرمون بال في الحساب البريدي للهلال الاحمر الجزائري. ويقول لك ما تمتش اسمي. نعم. يقول لك انا هذا من حقهم السيد سكارة. ونتمنى يعني كل التوفيق في مهامكم الانسانيه التي تقومون بها. والشعب الجزائري هو معروف بهذا التضامن اللامشروط والتطوع اللامشروط في يعني طيله السنه وخاصه في هذا الشهر الفاضل. نتمنى لكم كل التوفيق سيد كمال زكارة الامين العام للهلال الاحمر الجزائري. شكرا جزيلا لك ورمضان كريم. ربي يحفظك. رمضان كريم للجميع ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. وانا دخلت الاذاعه انايا. مرحبا. مرحبا بك دائما في بيتك. خليتكم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد زكارة. ربي يحفظك. شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا ابقوا معنا متواصلون ومحطات هذا الصباح بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن وصلنا إلى ركن ضيف الصباح والذي سنقف فيه عند الرقمنة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. وللتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة خيرة مزيتي مديرة فرعية للتوجيه والتنشيط بمديرية التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. مرحبا بك سيدتي صباحك طيب. مرحبا بكم ونشكركم على هذه الاستضافة. مرحبا. أسعد كذلك باستضافة السيد فاتح غربي مدير فرعي للرقمنة والأنظمة المعلوماتية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. مرحبا بك سيدي صباحك طيب. الله يبارك فيك سيدة بالحملين. نشكركم على الاستضافة على كل حال. مرحبا. مرحبا. أبدأ معك سيد غربي. نعرف أنه الرقمنة اليوم تعيشها العديد من القطاعات في الجزائر. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق من بين الوزارات السباقة في هذا المجال وخطت خطوات معتبرة في مجال الرقمنة من خلال وضع استراتيجية يعني واضحة المعالم وهي في صدد تطبيقها تدريجيا على مستوى مختلف الفروع التابعة لهذا القطاع. وربما الهدف الرئيسي والأساسي من هذه العملية هو الحفاظ على الذاكرة الوطنية كأولوية بالنسبة للسياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية. نتكلم على ربما النتائج الأولية لهذه الرقمنة. كيف لمستموها قبل أن نفصل في مختلف المراحل التي مرت بها الرقمنة؟ شكرا سيدة بالحمري. كما تفضلتي إذن قطاع وزارة المجاهدين كان من القطاعات السباقة في وضع منظومة معلوماتية. وذلك كان في سنوات 1983 كانت أول بداية لاستعمال تقنيات الإعلام الآلي. بعد ذلك تم وضع منظومة أخرى معلوماتية في سنة 1996
وهناك تم وضع شبكات وتأمينها بأجهزة حماية، وتم استغلال هذه المنظومة في إدارة وتسيير البطاقية الوطنية للمنح والاعتراف. كانت خثرية بتطبيقات مركزة يتم استغلالها عن طريق مستخدمين على مستوى مقرات الولائية للمجاهدين من خلال استعمال شبكات مؤمنة خاصة ألاس. دونك هذه هي. نعم، هذه الخطوات التي استفادت منها الوزارة، ومن بين الفروع التي استفادت أيضا من هذا الرقمنة ومن هذه التكنولوجيات الحديثة التي ساهمت كثيرا في الحفاظ كما ذكرت سابقا على الذاكرة الوطنية، هي مديرية التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين، وهي التي تحوي كم هائل وكبير من التراث الجزائري الذي يحتاج إلى الحفاظ عليه لأنه أمانة للأجيال القادمة. أكيد السيدة مزيتي، ربما نتكلموا على هذا التطور الذي عاشته المديرية وكيف تستفيدون من هذه المزايا الإيجابية للرقمنة. شكرا سيدتي. إذا لما نقول استفادت مديرية التراث، ليس مديرية التراث فقط بل القطاع ككل. بمديريتها استفادت مديرية التراث التاريخي والثقافي، مديرية الحماية الاجتماعية، مديرية المنح، مديرية الإعلام الآلي. نعم. يعني كل مديريات، ليس فقط مديريات التراث، هي من بين المديريات لكن التي استفادت. بحكم نعم. أن المادة التاريخية يعني مسنودة لمديرية التراث التاريخي والثقافي، استفدنا من رقمنة كما قلت الكم الهائل من المشاريع. منها سيفصل الأخ أو زميلي الجانب التقني، مثلا منصة الرقمية تاريخ المجد، والتي هذا المنصة مخلدة لستينية الاستقلال، مخلدة لستينية الاستقلال. هذه الستينية التي كانت يعني ثرية جدا. نعم. بمجموعة من الأعمال التي قام بها قطاع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وهذه المنصة لإحتوائها على مادة تاريخية هامة جدا. وللشرف على هذه المادة التاريخية أساتذة أكاديميين وباحثون في التاريخ. نعم. كما هو معروف أن يعني كل مؤسسات تحت الوصاية التابعة لوزارة المجاهدين، كل مؤسسة متحفية تحتوي على أو تضم مجموعة من أساتذة. نعم. وهو المجلس العلمي. نعم. يعني عندنا عدة مجالس علمية. ومتكونة هذه المجالس من أساتذة مختصين وباحثين في التاريخ. إذن هذا المجموع الكامل أو المجموعة الأساتذة مجموعة هم اللي شرفوا على مضمون هذه المادة التاريخية الهامة. ربما قبل ما نفصل على أهمية هذه المادة التاريخية وما تحتويه من تاريخ للجزائر يعني عبر مختلف المراحل والحقب التاريخية التي عاشتها الجزائر، ربما يفصل الناس سيد غربي حول الاستراتيجية التي سطرها القطاع وخطة العمل المبنية على استراتيجية رقمية. من أين كانت البداية وما هي ربما أبرز الخطوات التي عرفتها هذه الرقمنة؟ شكرا سيدة بن حمري. إذا كما تفضلت زميلتي مزيتي، هناك مشاريع عديدة، خطة العمل تجسدت في عدة مشاريع، كاين منها اللي تم إنجازها وأخرى قيد الإنجاز، ومشاريع أخرى قيد الدراسة مستقبلية قيد الدراسة. إذا كما تفضلت سيدة مزيتي، من أهم المشاريع هي المنصة الرقمية جزائر المجد، جلوريوس ألجيريا، وهي كانت تخليدا لذكرى 60 لعيد الاستقلال، وكانت تجسيدا لشعار الذكرى اللي هو تاريخ مجيد وعهد جديد. عهد جديد. أسندت مهمة إنجاز المنصة لكفاءات شبابية
من المؤسسات الناشئة في إطار الابتكار المفتوح Open Innovation، حيث ارتكزت المهام الفريق التقني على تصميم الواجهات الرئيسية للمنصة والصفحات التي سوف تحتوي المادة التاريخية. نعم. كما تفضلت سيدة مزيتي، هذه المادة التاريخية صاهرة على إعدادها وتحيينها أساتذة وباحثون أكاديميون مختصون في المجال. هذا من ناحية المنصة الرقمية المخلدة لستينية عيد الاستقلال. وربما هنا تكلمنا السيدة مزيتي على فحوى هذه المادة، إلى أي مدى وصلتم إلى حفظ وجمع هذه المادة التاريخية وكيف يتم العمل؟ إذا قبل يعني الشروع في في الجواب عن سؤالي، الجواب عن سؤالكم، إذا هذه المنصة هذه الجواب سوف يكون بعد موجز العشرة. سيدة مزيتي استسمحك، إذا مشاهدينا نتوجه إلى غرفة الأخبار موجز العشرة ونعود لتتمة نقاشنا حول ضيف هذا الصباح. موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، أشرف رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حداوي سهرة أمس على اختتام أشغال دورة الجمعية العامة العادية الأولى لسنة 2024 بقصر نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، حيث تم عرض ومناقشة أول تقرير سنوي للمجلس والمصادقة عليه والذي سيرفع قريبا إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما تمت المصادقة على البرنامج السنوي للمجلس لسنة 2024-2025، وهذا بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. اختتمنا هذه الدورة بالمصادقة على التقرير السنوي للعهدة الأولى لمكتب المجلس الأعلى للشباب، وكنت تكلمت في الندوة الصحفية لافتتاح الجمعية العامة عن التقرير الذي سيتم رفعه للسيد رئيس الجمهورية يوم 15 مارس بحول الله تعالى وقوته، والذي سيتناول مجموعة من القضايا التي رصدها المجلس الأعلى للشباب وتتعلق بقضايا الشباب المختلفة، تتعلق بالإشكاليات، بالإنشغالات، بالتطلعات الخاصة بشبابنا حسب الأولوية، والتي كانت محل الدراسات ومحل الآراء ومحل جلسات التفكير وورشات العمل الذي عقدها المجلس طيلة سنة كاملة. يواصل الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن جهوده للعمل على التموين المنتظم باللحوم البيضاء وضمان وفرتها في السوق الوطنية خلال الشهر الفضيل لتكون في متناول القدرة الشرائية للمواطن. هذه الوحدة راهي جاهزة لنقل هذا المنتوج إلى المذابح التابعة لشركة دواجن الشرقة. منذ استلام السلع أي الدواجن الحية حتى دخلوا لمصلحة الذبح نتابعوا السهر على شروط الصحة والنظافة كذلك على ذاك المستوى، ومن بعد لابارتي تاع ليزو ساشي حتى مصلحة التبريد والتوزيع. المذبح تاعنا عنده كاباسيتي دباطاج تاع الذبح حتى وين تقدر تروح حتى 12000 دجاجة يوميا. عندنا ثانيت ان ستوك اللي راه ان شاء الله يكفينا فترة هذه وفترة في رمضان ان شاء الله يكون متوفر بكفاية حتى ما بعد رمضان، ومام في هذه الفترة يكون عندنا انتاج يومي. دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع من نيويورك أطراف النزاع في السودان إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالهدنة وضبط النفس من أجل تحقيق سلام دائم في السودان. وأعرب بن جامع في تدخل له خلال اجتماع عقد الخميس بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في السودان عن أسفه لعدم التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد بعد قرابة سنة في ظل تدهور الوضع الإنساني.
in front of this deteriorating situation, we want to seize this occasion to make. أمام هذا الوضع المتدهور نود أن نغتنم فرصة هذا الاجتماع لتوجيه نداء عاجل لجميع الأطراف السودانية لإعلان وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف معاناة السودانيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. ندعو الأطراف السودانية إلى وضع خلافاتهم جانباً والنظر في فرصة شهر رمضان المبارك، شهر السلام، للشروع في طريق الاسترضاء وضبط النفس من أجل سلام دائم في السودان. A month of peace to embark on the path of appeasement and restraint. نرحب في هذا الصدد بإنشاء لجنة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن السودان، لأننا نعتقد أنها ستجلب قيمة مضافة واضحة ودعما لعملية السلام. هذا ودعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، كما يدعو طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع. كما أفاد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بأنه تلقى رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يؤكد فيها موافقته على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. إلى مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يدخل العدوان الصهيوني يومه 55 بمجازر جديدة في حق الأبرياء، حيث واصل قصفه المكثف على مدن القطاع مستهدفا فجر اليوم برجا سكنيا في رفح، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، وشنت طائراته غارات على حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، فيما شهدت كل من مدينة طول كرم وقلقيلية وقرى وبلدات بمحافظة جنين اقتحامات واعتقالات تسببت في وقوع مواجهات بين الجانبين. رياضة الآن، حيث تتواصل مباريات الدور 16 من منافسة كأس الجزائر، ويكون برنامج اليوم على الشكل التالي. هذا وبإمكان الجمهور الرياضي الكريم متابعة على المباشر لقاء وفاق سطيف ضد شباب قسنطينة على القناتين 6 الشبابية والرابعة الأمازيغية ابتداء من 5:45. هذا وأقصي أمس حامل لقب جمعية أولمبي شلف أمام اتحاد بسكرة بركلات الترجيح 5-4 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 2 لمثلهما. كما تأهل إلى الدور ذاته فريق مولودية وهران بعد تجاوزه لمضيفه أتلتيك بارادو بنتيجة 2-1. اتحاد خنشلة بدوره اقتطع تأشيرة العبور إلى الدور الثمن النهائي بالفوز على غالي معسكر 3-2. كما ضمن فريقا ترجي موس غانم ونصر حسين داي من القسم الثاني عبورهما إلى الدور المقبل من منافسة السيدة الكأس. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في آخر ساعة من برنامج هذا الصباح، ونواصل في حديثنا ونقاشنا مع ضيفايا الكريمان حول الرقمنة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. وهنا أسأل السيدة خير رمزيتي حول المحاور الأساسية التي احتوتها المنصة الرقمية المخلدة لستينيات عيد الاستقلال،
وما تعرف بجزائر المجد احتوت العديد من المحاور المهمة جدا. كلمينا على هذه المحاور سيدة مزيتي. شكرا سيدتي. إذا كما قلت وسبقت أن قلت أن هذه المنصة فهي واجهة للجزائر تاريخيا وحضاريا، تحتوي على عدة محاور. أولا ما قبل التاريخ، مرورا بفجر التاريخ، ثم العصر القديم، ثم العصر الإسلامي، وانتهاء بالعصر الحديث والمعاصر. جميل. وأيضا هناك ميدياتيك، ميدياتيك فيها كتب، فيها أشرطة وثائقية، فيها أشرطة وثائقية، فيها فيديوهات، كلها ذات الطابع التاريخي. مثلا في الميدياتيك، بما أنه قطاع المجاهدين وذوي الحقوق، عندنا إصدارات كثيرة. نعم. لا سيما في ستينيات الاستقلال تم طبع عدة كتب ذات الطابع التاريخي بمختلف مواضيعها، بما فيها مذكرات للمجاهدين. نعم. كلها أدمجت في هذه المنصة. أشرطة وثائقية بكل موضوعاتها. إذن أدمجت في هذه المنصة، ومن هذا المنبر أدعو كل الباحثين الولوج إلى هذه المنصة، أقول لأنها موسوعة بامتياز. نعم. عن تاريخ الجزائر بمختلف حقبه بمختلف حقبه. نعم. جميل. يعني أنه يكون هنالك عمل جاد من خلال وزارة المجاهدين فيما يتعلق بجمع هذا الكم الهائل من المعلومات حول تاريخ الجزائر، وأنه يحول حتى عن طريق الرقمنة وهذه التكنولوجيات الحديثة إلى صور وإلى فيديوهات، أنها تعبر أكثر على هذه المراحل. ربما تكلمنا سيد غربي على الإحصائيات التي حصدتها هذه المنصة. طبعا سيدتي، إذن نظرا لأهمية المشروع فلاحظنا أنه لاقى رواج كبير على المستوى الخارجي والداخلي، حيث كشفت التقارير الإحصائيات عن إقبال العديد من الزائرين من مختلف مناطق العالم. نعطيك بعض الإحصائيات لو سمحتي. إذن بلغ عدد المتصفحين حوالي أو أكثر من 400 ألف متصفح. إذن هذو المتصفحين قاموا بزيارة أكثر من 2 مليون صفحة على مستوى المنصة. إذن بمعدل 1500 زائر في 24 ساعة، كل 24 ساعة. دونك نشوفوا باللي المنصه ارقام معتبره فيما يتعلق باحصائيات التصفح. ونظن كذلك الاحصائيات ما تعطينيش انه شكون اللي راهو يتصفح المنصه، اغلبيتهم هم تلاميذنا وحتى الاساتذه والباحثين. نعم. كذلك لاحظنا انه يتم تصفح المنصه من قبل دول كثيره، نذكر منها الولايات المتحده الامريكيه، كندا، دول عربيه مثل قطر، السعوديه، ليبيا، العراق. دونك التي تهتم بتاريخ الجزائر. بتاريخ الجزائر. هنالك العديد يعني من الشعوب التي هي الشغوفة لتتعرف على تاريخ العديد من الدول، ومن بينها الجزائر التي يعني للأسف سابقا لم تروج لتاريخها بالطريقة والكيفية اللائقة، لكن مع تواجد هذه المنصة هي فرصة وسانحة أنها تتعرف على تاريخ الجزائر. ونحن نتكلم على تاريخ الجزائر سيدة مزيتي، أيضا كان عنده جزء هام أيضا من الأرشفة الرقمية في هذا الشأن. نعم طبعا، الأرشيف فهو تاريخ أمة، تاريخ أمتنا، تاريخ. إذن كاين الأرشيف المسموع. نعم. كاين الأرشيف المنقول، كاين الأرشيف المكتوب. هادو كامل يعني راحين يترقمنوا للوصول إلى الهدف المنشود. كاين مثلا المنصة الثانية أو الجزء الثاني اللي راح نتكلموا عليه في الرقمنة هو تاريخ الجزائر. نعم، تاريخ الجزائر. تاريخ الجزائر، أنا راح نمشي مباشرة لمضمون هذه المنصة. هذا التطبيق. هو تطبيق. هو تطبيق على الهاتف النقال. نعم. يعني كل الشبان ولا كل الشباب الجزائري يمكنه تحميله. نعم. نعم. والتعرف على محتوى هذه المادة التاريخية الهامة. إذن هذا التطبيق
يحتوي على محاور عدة. أولا المحور الأول هو أحداث وكرونولوجيا. مثلا تجدين ما حدث في هذا اليوم. اليوم تروحي تنقري في مثل هذا اليوم. بمجرد النقر الزر نعرف ما حدث في هذا اليوم. في مثل هذا اليوم من سنوات نعم سابقة. بأحداثها وبكل يعني بكل الأحداث والتفاصيل. كاين موضوعات وقضايا أيضا. أي موضوع يخطر على بال المتصفح، دور المرأة في الثورة، دور الطفل، دور أي موضوع يتعلق بتاريخ الجزائر نجده في هذا التطبيق. من أي سنة ابتداء من أي سنة تم الأخذ بعين الاعتبار يعني تاريخ الجزائر؟ هي يعني من 1830 حتى 1962. جميل. بالمحطات الثلاث يعني من المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. نعم. إذن المحور الثالث هو أعلام ومعالم. يعني جميل. الشخصيات التاريخية البارزة في التاريخ البارزة مثلا في الحركة الوطنية كابن بديس، البشير الإبراهيمي، يعني كل اللي جاهد في هذا الفترة تجدين النبذة التاريخية وكل النظام وحياته. المحور الرابع صور وفيديوهات وشهادات ووثائق. أيضا نفس الشيء تتعلق بهذه المرحلة التاريخية. كل الشهادات الحية نجدها في هذا التطبيق بما فيه وثائق تاريخية مهمة وأيضا صور وفيديوهات لرموز الثورة. الميدياتيك أيضا هناك بيبليوغرافيا. بيبليوغرافيا يعني أي تلميذ مثلا عنده بحث تاريخي ولا ينقر الزر مثلا العربي، نختار العربي بن مهيدي ويعني عوضت الكتاب أحياء الجزائر ذكرى أحياء الجزائر استشهاده. أيوة. وتم يعني حتى شهر الشهداء شهر مارس ويعني عرض فيلم ابن العربي بن مهيدي مؤخرا في بأوبرا الجزائر. إذا لما نجيو نعرفوا عن النبذة التاريخية على بن مهيدي ننقر الزر نجد الصورة. نجد النبذة التاريخية بتفاصيلها، النضال السياسي، النضال الثوري، وحتى تاريخ استشهاد. تخيلي أن كل رموز الثورة نجده في هذا التطبيق. جميل. وهي مادة أيضا تساعد إعلاميا في إنتاج أفلام سينمائية تكون طبعاً. معلومات صحيحة ومحينة محينة. وهذا هو الهدف الأساسي أيضا من خلال ربما بعض الاتفاقيات التي تبرمها وزارة المجاهدين مع وزارة الثقافة لتجسيد كل هذا التاريخ الذي تحظى به الجزائر من خلال أفلام سينمائية. ربما يكلمنا السيد غربي على أهم تفاصيل هذا التطبيق من الجانب التقني وكيف تم التفكير في إعطاء كل هذه التفاصيل لهذا المنصة أو لهذا الجانب الرقمي. شكرا سيدة بالحمري. إذا كما تفضلت السيدة مزيتي وهي مشكورة في تفصيلها في الجانب التاريخي للتطبيق. إذا تطبيق تاريخ الجزائر 1830-1962 يعد من التطبيقات المتميزة التي حظي بها القطاع، فهو يعد موسوعة تاريخية ممتدة بين هذه الفترة اللي هي 1830-1962. إذا التطبيق يتميز بحلة عصرية وأنيقة استعملت فيها تصاميم وألوان وواجهات وفق معايير دولية. نعم. جعلت منه تطبيق جد متميز. إذا التطبيق هو الآن متاح للجميع، متاح في متجر جوجل بلاي وحتى في أبل ستور. ما اسمه التطبيق؟ تاريخ الجزائر بالعربية. 1932 وكذلك متاح للتحميل عبر الموقع الرسمي للقطاع وكذلك موضوع للتحميل في منصة رقمية جزائر المجد. ربما هذا يقودنا للحديث أيضا على أهم الإنجازات التي تميزت بها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والتي حظي بها القطاع من خلال الرقمنة بالإضافة إلى منصة المخلدة لستينية عيد الاستقلال وأيضا تطبيق تاريخ الجزائر.
طبعا هناك مشروع وهو جد مهم ويدخل في إطار الأرشفة، أرشفة التاريخ وأرشفة الملفات بصفة خاصة، وهو تسيير إلكتروني للوثائق لاجاد. لاجاد إذن هذه نظرا لكبر حجم هذه الأرضية فقد استلزمت توفير موارد نعم. مادية، كان لازم لها مركز بيانات خاص لها يتميز بسرعة أداء خوادم معينة نعم. وسعة تخزين تراوحت أكثر من 200 تيرا أوكتي، دونك هي سعة كبيرة جدا لتمكينها من احتواء المحتوى نعم. دونك هذه التقنية سوف تسمح برقمنة الأرشيف، رقمنة الأرشيف وكذلك تسهيل عملية تسييره، كذلك سوف يتيح للمصالح ومستخدمي المصالح المركزية والمحلية من استبدال العمل التقليدي بالعمل التقني الآلي حديث نعم. لتوفير الكثير من الجهد وتحسين الأداء الإداري. نعم، ربما قبل ما نختم السيد مزيتي نتكلموا على الخدمات الإلكترونية العمومية التي توفرها، ونعرف أن هنالك المنتسبين من المجاهدين فيما يتعلق بالمنحة إلى ما غير ذلك، كل هذه الخدمات التي يقدمها القطاع أيضا تم رقمنتها. أكيد سيدة بالحمري، إذن القطاع كان له نصيب كبير في إنشاء ووضع حيز الخدمة لخدمات عمومية على مستوى موجودة حاليا على مستوى الموقع الرسمي للقطاع تحت محور خدماتي. هناك ثلاث خدمات، الخدمة الأولى وهي خدمة العرائض انشغالات. هذه الخدمة سهلت الكثير على المرتفقين، حيث يمكنه وهو في المنزل من خلال الهاتف النقال ملء استمارة يعبر فيها عن الإشكال أو انشغاله، مع إمكانية إرفاقها بوثائق دي بياس ثبوتية تسهل على المصالح المختصة عملية معالجة الإشكال والرد عليه في وقت وجيز. هناك خدمة أخرى وهي خدمة طلبة شهادة العضوية. شهادة العضوية هذه شهادة يأخذها المجاهد أو الشهيد، وكان سابقا يتنقل المجاهد وذوي الشهداء نعم. إلى الولاية التي دون كان نعم. يقطن بها اليوم تم تسهيل عن التنقل إلى مقرات المديرية الولائية، يمكنه من خلال الهاتف تسجيل الطلب من خلال ملء استمارة ويب فورميلار، ثم بضغطة زر يحول الطلب إلى مصالح المختصة لدراسة وتأكيد المعلومات. تأكد من المعلومات. ثم يتم اختار المرتفق عن طريق الأسماس أو الخدمة البريد الإلكتروني من أجل التقرب للمقر واستلام شهادته. كذلك خدمة ثالثة وهي خدمة تصحيحات شكلية. تصحيحات شكلية لكل حال هي خدمة تم الاستعانة بسجل آلي الحالة المدنية باعتباره مرجعا للهوية المعلومات. إذن نفس الشيء من خلال الهاتف النقال يمكن تسجيل طلب وإرساله للمصالح المختصة لمعالجة الإشكال وتسوية الخطأ الشكلي. ربما قبل ما نسألك على المشاريع المستقبلية للقطاع يعني في عجالة، أسأل السيدة مزيتي أنه حسب رأيكم يعني ومن خلال هذه التجربة الرقمية التي يعيشها القطاع، ما هي الخطوة الموالية التي يجب اتخاذها للحفاظ على هذا الأرشيف الهام جدا بالنسبة لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق؟ إذن هي الخطوات كثيرة نعم. هي من بين ربما يعني الخطوة الاستعجالية. الخطوة الاستعجالية هي توطين الشهادات الحية نعم. لأنه في الحقيقة أنه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفرت وسائل متطورة على مستوى كل مؤسسات المتحفية لتسجيل الشهادات الحية، وكذلك المتحف الوطني للمجاهد، وكذلك المركز الوطني سابقا للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. إذن قاموا بتسجيل شهادات، عندنا كم هائل من الشهادات الحية. نعم. وهم بصدد يعني تفريغ هذه الشهادات ودراستها وتبويبها
للاستعداد لرقمنتها. نعم استسمحك يا سيدة مزيتي، لم يتبقى من الوقت 30 ثانية. السيد غربي، حدثني على المشروعين المهمين للقطاع في هذا المجال التي يتم التحضير لهما. شكرا سيدة. إذا نقول لكم المشروع المهم هو الداتا سنتر ريكوفري أو مركز البيانات الاحتياطي الذي يجب وضعه في مسافة لا تقل عن 300 كيلومتر عن مركز البيانات المركزي. نعم. وهو يقوم بنسخ ونقل البيانات من المركز البيانات المركزي والاحتفاظ بها وحمايتها ومع إمكانية استغلالها في حالة حدوث أي طارئ طبيعي لا قدر الله فيضانات أو حرائق يتم اللجوء إليه مباشرة دون توقف الخدمة. مشروع كما قالت سيدة مزيتي توطين الشهادات الحية. توطين الشهادات الحية، هناك دراسة لوضع أرضية تقوم بتسيير هذه الشهادات. هناك ثاني مشروع مهم جدا وهو ربط الولايات العشر المستحدثة بتقنية بشبكة الفي بي ان أي شبكة الافتراضية الخاصة المؤمنة عن طريق استخدام تقنية الاس دي 1 أي Software Defined. بالإضافة ربما أنا أختم بمشروع بوابة إلكترونية للمواقع والمعالم التاريخية التي مجرد المعالم التاريخية هو مهم جدا، وأكيد أن العمل والمشوار متواصل في هذا الشأن لأنه قطاع مهم جدا ويعتني بحفظ الذاكرة الوطنية للجزائر. السيد فاتح غربي مدير فرع للرقمنة والأنظمة المعلوماتية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الشكر موصول أيضا للسيدة خيرة مزيتي مديرة فرعية للتوجيه والتنشيط بمديرية التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، شكرا جزيلا لكما ورمضان كريم. بارك الله فيك. شكرا. سيدتي يعطيك الصحة. مشاهدينا ابقوا معنا متواصلون بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا، نناقش الآن موضوع حملة لجمع البوادي الأساسية والدواء وذلك من تنظيم الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بجامعة الجزائر واحد بمناسبة الشهر الفضيل. وللحصول على معلومات أكثر حول هذه الحملة أسعد باستضافة الطالب سيد علي باجي عضو بالجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بجامعة الجزائر واحد. مرحبا بك سيد علي. نشكركم على الاستضافة. مرحبا. أسعد كذلك باستضافة الطالبة إكرام جنان وهي طالبة وعضو بنفس الجمعية. مرحبا بك إكرام. على حسن الاستضافة. مرحبا. أبدأ معك سيد علي، أنتم يعني جمعية طلابية ناشطة جدا وفي كل مرة تحضرون معنا البرنامج للحديث عن برنامجكم الثري جدا هذه المرة وبمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. أنتم بصدد جمع المواد الأساسية وتوزيعها على المحتاجين، كلمنا على هذه العملية، هل هي أول مرة تقوموا بها على مستوى الجمعية وكيف تتم هذه العملية؟ أولا الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة أسيبا، ومع اقتراب كل فترة لاقتراب شهر رمضان المبارك نقوم بتحضيرات لعمل حملة
خاصة بجمع تبرعات والمساعدات لمساعدة الناس المحتاجة في هذا الشهر المبارك. جميل. يعني منذ تأسيس الجمعية وأنتم تقومون بهذا العمل هذا الموسم. نعم. في كل فترة مع اقتراب شهر رمضان نخصصوا حملة خاصة بهذا الشهر المبارك. نقوم بها بجمع أهم المواد الغذائية والمستلزمات اللي نقدروا بها نساعدوا الناس المحتاجة باش يجوزوا رمضان معنا بكل خير إن شاء الله. إكرام، حدثيني كيفاش كانت عملية جمع المواد وكيف يتم إحصاء الناس اللي تقدموا لهم هذا القفة إن صح التعبير، هي قفة لرمضان تحتوي العديد من المواد الأساسية. اول حاجه لازم نعرفوا بلي حنايا هذه الفعاليه تاعنا مقسمه الى قسمين، كان نعم. عمليه جمع التبرعات وكان والتوزيع. عمليه جمع العائلات. اول جميل. حاجه نبداو بجمع العائلات، وهنايا وين يجيو الاعضاء تاع الجمعيه العلميه لطلبه الصيدله اسيبا اللي يعرف عائلات محتاجه ولا حيبدا الاسماء تاعهم. نبداو بدءا من الفضاء الجامعي تاعنا، العمال، عمال النظافه وكلش، حتى الى الاصدقاء او الجيران. دونك نفوتو نجمعوا العائلات، من بعد نروحوا لحمله جمع التقربون اولى يعني. بالمعروف يعني. هذه هي. وبعد نروحوا لحمله جمع التبرعات، نديروا اعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، في على منصه فيسبوك وانستغرام، ونا دايرين الارقام الهواتف اللي الناس تحب التواصل تواصل بينا. ثاني كنديروا في عده محلات تجاريه في مختلف مناطق في الجزائر العاصمه وحتى خارج الجزائر العاصمه، درنا في حيدرا، البيار، بن عكنون، وحتى في تيبازا والبليده. انا حاطين سلات الناس حب تبرع سواء بالاغذيه، ودنا ثاني حملات تحسيسيه، ونهدرنا على الفعاليه تاعنا اللي تكون كل رمضان. عموما هذا هو حمل جمع التبرعات وجمع العائلات. نعم، هنالك تجاوب سيد علي من طرف المحسنين. نعم، من خلال بالطبع. تجربتكم هذه السنوات التي تقومون بهذه الجمعيه، كيف يعني كان تجاوب المحسنين معكم؟ نعم، لقينا اقبال كبير من خلال المحسنين. احنا من خلالنا احنا ننشروا من اعضاء تاعنا، ينتشروا من مختلف المحلات التجاريه والاسواق في الجزائر العاصمه او حتى خارج الجزائر العاصمه. يكونوا حاضرين في على مستوى هذه المحلات، يسيو يتفاعلوا مع الناس، يسيو يحثوهم على التبرع، ومن خلالهم حتى احنا شاهدنا اقبال كبير من الناس. كاين عده تبرعات قدرنا نجمعوها. الهدف تاعنا ان شاء الله هو الوصول الى 100 قفه او 100 عائله لمساعده 100 عائله. لحد الان رانا في حوالي 40 قفه 40 عائله. العمليه ما زالت مستمره ان شاء الله. بديتوا عمليه التوزيع؟ العمليه التوزيع ان شاء الله حتى ستنطلق غدا انطلاقا من غدا، ومن بعدها راح نعاودوا عمليه الجمع مره اخرى الى غايه النصف من شهر رمضان، وتما راح تكون عمليه التوزيع مره ثانيه. دونك مقسمه على مراحل. على مراحل. الاقبال راهو لحد الان بشكل تجاوب كبير، حنا رانا نكونوا حاضرين على مختلف المحلات، نقدموا ايضا مطويات لان حضرناهم فيها تعريف بالجمعية تاعنا وتعريف بالأهم الحملات اللي نقوموا بهم وحتى الحملة اللي نقوموا بها خاصة بشهر رمضان. الحمد لله لحد الآن رانا وكاين تفاعل، نتمنى يكون تفاعل أكثر. تفاعل أكثر إن شاء الله مستقبلا. وهي دعوة يعني لكل المحسنين الراغبين في المساهمة بقفة رمضان التي تقومون بتحضيرها أنتم كأعضاء الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بجامعة الجزائر واحد. إكرام، حدثيني في حالة في مرحلة التوزيع، هل يعني من خلال هذه التجربة لعدة سنوات هنالك بعض الطلبة الغير منخرطين في هذه الجمعية يودون المشاركة والمساهمة معكم؟ نعرفوا أن الشباب الجزائري فيه هذا الروح التضامنية والتطوعية. فعلا كاين طلبه ماشي منخرطين في الجمعيه، بصح من طلبه الصيدله يحبوا يعاونوا سواء يجيبوا لنا عائلات محتاجه. دونك هذه هي العمل تاعهم، انهم يجيبوا لنا عائلات محتاجه، صينو التوصيل اعضاء تاع الجمعيه هم الجمعية اللي يقوموا نعم. بها يساعدونا ولا عن طريق تقديم التبرعات والمساعدات. جميل. انتم ايضا تعملون على توزيع الادويه سيد علي، كلمنا على هذا الجانب، وانتم يعني طلبه للصيدله ومختصين في هذا المجال، كيف تتم العمليه وكيف يتم احصاء ايضا الناس المحتاجين لهذه الادويه؟ بالنسبة لتوزيع الأدوية يكون غالبا يخص الناس اللي مستفيدة من قفة رمضان وفي نفس الوقت تكون محتاجة لبعض الأدوية. احنا بدورنا بالإمكانيات اللي نقدروا عليها نسيو نوفروا أكبر عدد ممكن من الأدوية اللي يحتاجوها هاد الناس من خلال بعض الصيدليات اللي تكون موفرة بعض الأدوية الخاصة بالتبرعات. احنا نسيو حتى بعض العائلات اللي عندها فائض من الدواء او انها غيرت طريقه العلاج تاعها، يعني بقى لها الدواء السابق. نعم.
هذوك الادويه نقدروا نفيدوا بهم عائلات اخرى محتاجه، مرضى اخرين. نعم، مرضى اخرين محتاجين لهذه الادويه. يعني هذه العمليه في نفس الوقت مع وقفه رمضان نحاولوا قدر الممكن ان نوفروا ادويه للناس المحتاجه. ماذا يمثل بالنسبه لكم العمل التطوعي؟ نعرفوا انكم تقوموا به طيله السنه، هل له نكهه خاصه لما يتعلق الامر برمضان؟ والسؤال موجه لكم. بالطبع احنا العمل التطوعي جزء خاص من حياتنا لحد الان كطلبه في الجامعه، كاين دراسه تاعنا مخصصه بالجامعه، وايضا العمل التطوعي اللي لازم نكونوا معاه، خاصه انه في المستقبل القريب ان شاء الله راح نكون عندنا مسؤوليه طبيه وين لازم نساعدوا الناس تكون مرضى. من الشيء الجيد انه كطلبه في الفتره الحاليه ان تكون عندنا روح مساعده الاخرين ونعاونوا ونتعاونوا فيما بيناتنا، سواء باشياء يعني بعوامل ماديه كتبرعات او حتى من خلال نصائح نقدروا نقدموهم من خلال الحملات التحسيسيه تاعنا للامراض المزمنه او حتى هذه الاعمال الخيريه. جميل. اكرام، ماذا يمثل بالنسبه لك العمل التطوعي؟ طبعا اول حاجه العمل التطوعي يمكنك انك تتواصل مع ناس بزاف محتاجه، دونك مستقبلا كي تخرج حتقدر تعاون هذه الناس. ايضا العمل التطوعي يحسك بروح التعاون والجماعه ويمدلك يخليك انك تحس مرتاح وتكون في تواصل مستمر مع العائلات الجزائريه. جميل، نتمنى لكم كل التوفيق في الدراسه وفي هذه المهام النبيله التي تقومون بها. الطالبه اكرام جنان، طالبه وعضو بالجمعيه العلميه لطلبه الصيدله، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول ايضا للطالب سيد علي باجي وهو ايضا عضو بنفس الجمعيه، شكرا لكما ورمضان كريم. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافه. مشاهدينا ابقوا معنا، نتواصل مرة أخرى بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذا وصلنا إلى آخر فقرات هذا الصباح والتي سنتعرف فيها على برنامج الديوان الوطني للثقافة والإعلام خلال شهر رمضان الفضيل. وللتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة فاتحة قبيلي المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للثقافة والإعلام. مرحبا بك سيدتي. صباح الخير ليديا، وصباح الخير لمشاهدي برنامج هذا الصباح، وشكرا على الدعوة. مرحبا. إذا الديوان الوطني للثقافة والإعلام ككل سنة يحضر برنامج ثري، نعرف أن الجزائر تزدهر وتزخر بالكثير من التنوع الثقافي والطبوع، والعائلة الجزائرية اعتادت هذه السهرات الرمضانية وهي فرصة أيضا حتى نتعرف على كل هذه الطبوع الثقافية المتنوعة. نتكلم على برنامج هذه السنة وأهم ما يميزه رمضان بألوان التراث الجزائري التي تجمع العائلات الجزائرية، وربما اخترتم شعار هذه السنة رمضان يجمعنا، أو رمضان بألوان التراث الجزائري. نعم ليديا، كما لماذا تم اختيار هذا الشعار؟ ربما في شعار البداية. أكيد، لأنه نحن ديوان وطني للثقافة والإعلام هدفنا هو المحافظة على كل ما هو موروث الجزائري، يعني دايما نشطف في المجال الثقافي وفي المجال الفني، حتى سهراتنا الفنية، حتى كل برامجنا فيها يعني نحفظه ولنقدمه من خلاله الموروث الجزائري. هو أمر مهم جدا. ربما نتكلم على البرامج
البرامج المخصصة بالقاعات التابعة للديوان الوطني للثقافة والإعلام، أنه خصص الديوان كل قاعاته على المستوى الوطني ببرامج مميزة. مميزة، نعم. إذن كما قلت ليديا، هذه السنة جاء الديوان الوطني للثقافة والإعلام تحت شعار رمضان بألوان التراث الجزائري، أين ننظم سهرات فنية لتجمع العائلات في قاعدات فنية متميزة، وهذا بحضور العديد من الفنانين والفرق الفنية الجزائرية في مختلف الطبوع الموسيقى الجزائرية التي يسخر بها الفن الجزائري، وأكيد هذه الطبوع الموسيقية اللي تتماشى مع شهر رمضان الكريم، على سبيل المثال الطابع الحوزي والملوف العساوة والطابع الشعبي، وبدون أن ننسى المديح والإنشاد الديني راح يكون حاضر ضمن برنامجنا. هو الطابع الذي تفضله العائلة الجزائرية في السهرات الرمضانية، هذا الطابع التقليدي الذي يميز سهرات العائلة الجزائرية. هنالك أيضا يعني برامج خاصة فيما يتعلق بالعروض المسرحية، هي أيضا لها حيز كبير من هذا البرنامج. هل هذه العروض سوف تكون على مستوى كل الولايات أم هنالك ولايات محددة حسب يعني تواجد الفنانين الذين يمكن لهم تقديم هذه العروض المسرحية؟ نعم، بطبيعة الحال العروض المسرحية كما قلتي راح تكون حاضرة، على سبيل المثال مونودراما ألولي الفنانة تونس أي تعلي راح يتم عرضه في قاعة العروض يسر بولاية بومرداس، وأيضا المونودراما للفنانة ريم تاكوشت تحت عنوان نواغ دون ليسبواغ، والفكاهية يامنا أيضا راح تكون حاضرة ضمن برنامجنا. وفيما يخص يعني وش من القاعات اللي راح نقدموا فيها العروض المسرحية، يعني أكثر تفاصيل حول البرنامج الخاص بليالي رمضان 2024، يعني أدعو المشاهدين ويعني أدعو المشاهدين باش يزوروا مواقعنا بشبكة التواصل الاجتماعي لسيت وانسي.ديزاد والصفحة الرسمية ديوان الوطني للثقافة والإعلام حتى يتسنى لهم معرفة التفاصيل. وأيضا تتواصل هذه البرامج القارة والمتنوعة التي كانت طيلة السنة تتواصل أيضا خلال شهر رمضان. نعم، قبل الحديث عن البرنامج يعني اللي تواصل مع يعني المتزامن مع شهر رمضان الكريم، حابة فقط يعني أدعو الجمهور الديوان أنه يلتحق إلى يعني مختلف فضاءاتنا هنا بالجزائر العاصمة بقاعة الأطلس باب الوادي، وقاعة أحمد باي بولاية قسنطينة، قاعة المغرب بولاية وهران، وأيضا قاعة أحمد باي 48900 و1000 بولاية بجاية، وقاعة العروض يسر بولاية بومرداس. وفيما يخص المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شنوا، يعني بعد لحظات راح نتحدث على البرنامج المخصص له، نعم. يعني أسماء فنية كبيرة اللي راح تحضر معنا في مختلف فضاءاتنا، على سبيل المثال بهجة رحال، ليلى بورصلي، نعيمة زيرية، الفنان في الطابع القبائلي لونيس أيت منجلات، سيليا ولد محمد، عبد القادر شعو، مراد تعفري، والعديد أسماء من الفنانين الجزائرية، نعم، يعني وفرقة الفردة أيضا حاضرة ضمن برنامج الديوان. وفيما يخص الإنشاد راح يعني عندنا مهرجان الإنشاد اللي راح يكون في ولاية وهران بقاعة المغرب، وهذا بالتنسيق مع جمعية جزائر الخير، يعني بحضور فرق الإنشاد كفرقة الرحاب وفرقة العديد من الفرق الخاصة بالإنشاد الديني. هناك بعض الفرق العربية المشاركة في هذا البرنامج أم هي جزائرية 100%؟ هي جزائرية 100%. نعم، جميل. العروض السينمائية أيضا متواجدة في برنامج الديوان الوطني للثقافة والإعلام، حدثينا عليها. نعم، سيدة قبيلي. نعم، وباش نعاود لسؤالك لأنه مازال ما جاوبتش على سؤالك. فضلي. أكيد سينما أيضا حاضرة ضمن يعني برنامج يتواصل، يعني برنامج السينما في قاعة أحمد باي، وأكيد يعني نقدم فيها أحدث الأفلام السينمائية العالمية بتقنية دي سي بي. وفيما يخص البرامج يعني اللي تتواصل وتتزامن مع يعني ولا نقولوا البرنامج القار للديوان الوطني للثقافة والإعلام، راح يتواصل مثلا كما قلت السينما، وأيضا البرنامج الخاص بالطفل. في كل نهاية الأسبوع نقدم عروض ترفيهية وتربوية للأطفال، وهذا عبر كل يعني مختلف قاعاتنا. وما ننساوش أنه أيضا
يعني العطله الربيعيه راح تاتي هذه السنه في شهر يعني رمضان. في شهر رمضان خصصتم برنامج للاطفال؟ اكيد خصصنا برنامج للاطفال من 22 الى غايه 29 من هذا الشهر، يعني من شهر مارس راح تكون يوميا بمختلف قاعات الديوان على الساعه 2 زوالا. وربما نختم في اخر سؤال بمسابقه فرسان القران لشهر رمضان، بعض التفاصيل على هذا المسابقة. نعم، فيما يخص مسابقة لحفظة القرآن راح تكون حاضرة ضمن برنامج الديوان، سواء كان في قاعة الأطلس أو في المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شنوى. مثلا قاعة الأطلس بالتعاون مع جمعية الضياء راح تكون هناك مسابقة ولائية لحفظة القرآن الكريم، وراح يكون أيضا تكريم للفائزين وأيضا للراحل الشيخ محمد طاهر أيت عجت رحمه الله. وفيما يخص المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شنوى راح تكون مسابقة لحفظة القرآن لتنقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى من يعني الذكور والإناث، نعم المجموعة الأولى من 8 إلى 12 سنة لحفظة القرآن ما لا يقل عن 10 أحزاب، يعني باش نشجعوا الأطفال. جميل. وأيضا المجموعة الثانية من 13 سنة إلى غاية 22 سنة لحفظة القرآن ما لا يقل عن 30 حزب. فأكيد المسابقة راح تنطلق في الأسبوع الثاني من شهر جميل. رمضان، وهنالك يعني تنوع. نعم، والمزيد من التفاصيل نعم. تجدونه مشاهدينا على المنصة الخاصة بالديوان الوطني للثقافة والإعلام الذي هو دائما حاضر في ليالي رمضان. السيدة فاتحة قبيلي المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للثقافة والإعلام، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والتفاصيل. شكرا لكم. ورمضان كريم. رمضان كريم. شكرا. شكرا. مشاهدينا ابقوا معنا، آخر محطاتنا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن آخر محطاتنا حول القطاع الفلاحي، وحديثنا سيكون عن الملتقى الوطني حول إعادة استعمال المياه في السقي. ولتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد علي سالم رئيس جمعية الحوامض وعضو المجلس المهني المختلط لشعبة الحمضيات. مرحبا بك سيدي. شكرا على الاستضافة، ونحيي يعني المهنيين وكلها من خلال هذه الشاشة وحتى الجزائريين كلها، لأنه موضوع ما حساس ومصيري. مرحبا. أكيد أنه ولذلك تم تخصيص ملتقى وطني حول إعادة استعمال المياه في السقي، ما هي أبرز الإشكاليات التي تم مناقشتها في هذا الملتقى؟ والله هو الموضوع الساعة، نظرا انه هو التاثير تاع المناخ والتغيير المناخ الجوي هذا اللي بالدرجه يعني باش يفونا كامل خلخل كاع العباد وخلخل حتى المسار التقني للنباتات الى اخره. فعلا. ومادام نهضروا في هذا الموضوع هذا يسعني انه هو الاستهلاك. ان منتوج هو النباتي وكل ما يستهلكوه الجزائريين الى اخره، اذا هو في هذا التاثير تاع المناخ الجو هذا المناخ كله يعني التغيير هذا المناخ اللي حتى عالمي الناس تاثرت. اذا هو الاهم هو نحوس مصدر المياه، منين نجيبوا هذه المياه هذه. فهو المياه المستعمله حاليا من ناحيه الوزارات يعني الامور تاع المياه الى اخره، ففكرنا احنا يعني كمهندسين كاختصاصين الى اخره، من خلال احنا المجلس نتاعنا خلال الجمعيه نتاعي الى اخره، حاولنا يعني نشوفوا نلموا يعني الشمل نتاع كل المختصين
أو المعنيين مباشرة أو غير مباشرة بالهذا من المصدر أو الباحثين إلى آخره في هذا المجال هذا إلى غاية الحماية المستهلكة اللي جبناهم إلى آخره في الملتقى. إذن كملتقى كان يعني كان حساس وكان ناجح. ليس يعني من باب يعني المبالغه ولا، ولكن هذا هو اللي لاحظناه. المعنيين كلهم حضروا، حتى الممثلين الوزاره يعني المياه، من خير لونا، من خير لونيد، من خير. ما هي الحلول التي قدمتموها لهذه الاشكاليه؟ شوف الحلول هو كان اشكال، هل يعني باش نقولوا كلمه يعني باش يفهم المشاهد، هل هذا الحل هذا مريح؟ est-ce qu'on peut avoir donc un produit est-ce qu'on peut utiliser réellement donc est-ce qu'on قدر الى اخره. ففي تجارب الباحثين دكاتره جاونا من الجامعات يعني تلمسه من الجامعات الله يبارك من من مستغان من الباحثين في هذا الاختصاص هذا. فالنتائج مطمئنه الا ان تتطلب تدعيم امكانيات خصوصا من ناحيه المخابر. لان من ناحيه المعلومات اللي عندنا هو اكثر من 200 محطه تصفية المياه. نعم. وعطات نتيجة، ولكن تتطلب يعني بلوس بوكو فالوريزاسيون، يعني تتمين هذه المحطات في بوكو بلوس دو مويان، من ناحية هي يعني موزعة ناحية في قطر الوطني. فتتطلب يعني مخابر، وهذه حتى يكون السلطات على علم على ذرة لهذا الموضوع هذا إلى آخره. فبناحية الاستغلال الناس يعني اللي ساهموا في هذا الملتقى اللي جاوا اللي حضروا يعني أعطينا فرصة للناس حتى الناس لحماية المستهلكين أن يتحملوا مسؤوليتهم ويعطوا رأيهم ويكونوا على علم، لأن في المستقبل يكون تحسيس في هذا المجال. لأن حتى المستهلك تكون عنده شعار يقول لك اودي المياه المستعمله الى اخره، هذا فهمت عندهم نظره واحده. يعني اليوم يتم الحديث على جوده المياه المستعمله، هذا هو الرهان الاكبر. اكيد، لان رانا في الساحه الحاليه، رانا في الموضوع حساس. وين نجيبوا المياه؟ رانا اليوم راهي 23 درجه في عندنا، ثلاث ايام ولا اربع ايام كانت 7 درجات، كانت 15 درجات. يعني والرهان الأساسي هو حشد الموارد المائية غير التقليدية، لابد من إيجاد حلول أخرى غير الموارد التقليدية التي توفر عليها الجزائر. أكيد، نعاود نأكد يعني مادام احنا حضرنا الخبراء دكاترة العهد، خصوصا معهد التقني الأشجار المطمرة، المعهد نتاع البحث العلومي كانوا حاضرين، الجامعات كانوا حاضرين وكان مهتمين بالموضوع. لأن دونك هو دونك يشيرشي دي لون كونفونسيونيل سي لا سوليسيون. حاول المياه يعني تطهير المياه ناحيه التمليح هذا كامل، دونك لي ستاسيون دي سالمون اللي قضيه الشرب. ولكن دونك نشوف المصدر، لان عندنا تقريبا اكثر من مليار ولا مليارين يعني متر مكعب الى اخره تاع هذه المياه اللي تروح هكذا لتهدر هكذا كامل. دونك على الاقل كيفاه حتى رئيس الجمهوريه في هذا الاتجاه هذا لاح نزافون بلي دو 60% دو بوسيبيليتي. دونك ما عندناش حل واحد اخر، دونك نستغل كل مصدر. لانافرياتيك يعني لا راهي حابطه تطلب ثلاث اربع سنين باش تكون تتجدد الى اخره. ولابد من التمكن من هذه التقنيات، هو اكيد، ولكن هو الاهداف الرئيسيه. ولكن تطلب يعني ليس تدعيم، سي با ان سوتيان، ان رونفورسمون دو موان دو لابوراتوار، سي تدي المخابر على الاقل كل محطه تكون عندها مخبر. على الاقل حنا ملتقى ليس يعني للاطمئنان للقضيه ولا، ولكن حوصلت يعني يعني ديفينير دي مويان بور رونفورسي على الاقل السلطات المعنيه تكون على دره بهذا الموضوع، على درايه، ونعاونوها حنا. هذا هو الاشكال، مادنا لمينا الباحثين ولميناها، ونعاود نكرر الموضوع لحساس. ما هي الحلول التي قدمها الباحثون؟ ما هي مقترحاتهم؟ شوف هو الباحثين هو إيزون بخي دونك خداو يعني عينات إلى آخره، بعثوا الباحثين في إطار دكتوراه في إطار هكذا. فهما دونك أنا كنت خديت يعني تاع دكتور بن عبد المومن بالمناسبة نحييه، هو كانت عنده فرقة تبعوا شافوا ما هو تأثير المياه المستعملة على الاستعمال مثلا على الحوامض مثلا. هو هي غير مباشرة على كل شيء. شافوا هل ما هي النتيجة يعني دونك ايزون اناليزي اكسيتيرا، شافوا يعني مقارنة المياه العادية دونك كونفونسيونيل والمياه المستعملة، شافوا تقريبا يعني نفس القضية، إلا أن بعض يعني المواد كما البوليفينال كما الفلافونويد حتى ولا ماني في اختصاص، ولكن بحيث خبرتي كمهندس تقريبا تبعت هذا الأمر هذا، شافوا يعني تقريبا كاين فيه إيجابيات. كان في ايجابيات، ونولي تحاليل، هذا التحليل اللي هو المهم. المطمئنه الا ان
مازال يعني البحث يستمر على اقصر مدى، دونك كوغ تام نو زورون دي ريزولتا 100%، ولكن الى اليمنى هذا النتائج يعني مطمئنه الا تتطلب مجهودات وتدعيم امكانيات اكثر. واكيد انه يعني هذه الدراسات لما تجسد على ارض الواقع ويكون هنالك باحثين يدرسون يعني كل هذه التفاصيل ستؤدي الى نتيجه انه يمكن استعمال اعاده استعمال المياه في السقي وحتى في المجال الصناعي، ويتم الحديث على ذلك ايضا. سيد علي سالم رئيس جمعيه الحوامض وعضو بالمجلس المهني المختلط لشعبة الحمضيات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله تكون عندنا فرص أخرى حتى نفصل أكثر في هذا الموضوع المهم جدا. ونحن هنا في الخدمة لا شك على واجب، وهذا ما لا تكون ما يهتم المواطن وكل ما يهتم حتى احنا كمواطن حتى مستهلكين كذلك أولادنا ومصيرنا إلى آخره، وهذه هي لا سمبولة مبالغة، احنا ما لنا إلا مساهمين في هذا الإطار إن شاء الله. شكرا. كل التوفيق، شكرا جزيلا لك ورمضان كريم. شكرا طول عمرك ورمضان كريم لكل المشاهدين وكل الجزائريين خاوتنا والله. شكرا الإسلامية إن شاء الله، حتى خوتنا في غزة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح، تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل، رمضان كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.